بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن محمد حشيش ضيفا على البيت الكبير. أما في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة الأستاذ محمود شوقي والأستاذ محمد أبو علي. أنا برفع إيدي وأقول لحضراتكم إن أنا زهقت. زهقت. وبقيت مش عارف أطلع أتكلم أقول إيه، لأنه كل يوم هو نفس الكلام. كل يوم أخطاء تحكيمية تحدث تؤثر على نتيجة مباريات، ونطلع نقول يا جماعة من فضل حضراتكم يجب أن يكون هناك عدالة في التحكيم، من فضل حضراتكم يجب أن تكون كرة القدم داخل الملعب فقط، مش عايزين أمور أخرى خارج الملعب تؤثر على التحكيم وتؤثر على الحكام وتؤثر على المباريات الكبيرة. النادي الأهلي فريق كبير، نادي بيراميدز فريق كبير، نادي الزمالك سيظل دائما القطب الثاني لكرة القدم المصرية. يا جماعة عايزين نتفرج على ماتش الأهلي وبيراميدز، ماتش حلو. عايزين نتفرج على ماتش الأهلي وبيراميدز من غير ما يكون فيه شد عصبي، شد اللي هو شد الماتش. احنا كأهلاوية نبقى مشدودين عشان عايزين نكسب بيراميدز وناخد الدوري، وبيراميدز يبقوا مشدودين عشان يبقوا عايزين يكسبوا وياخدوا الدوري. حقهم حقهم. ولكن أنا الحقيقة أنا بحيي كابتن محمود الخطيب وبحيي إدارة الكرة في النادي الأهلي، لأنهم خدوا قرار أنا بشوف إن لو ربنا كرمنا السنة دي وقدرنا ناخد الدوري، إن هذا القرار باستقدام حكام أجانب لمباراتي بيراميدز ومباراة الزمالك اللي هي لم تلعب وانسحب نادي الزمالك ومباراة المصري، أعتقد إن ده كان أفضل قرار تم اتخاذه خلال الفترات الأخيرة. هتقولي للدرجة دي؟ هقول لك للدرجة دي، لأنه كل مباراة، كل مباراة لنادي المنافس، أنا هنا عايز أتكلم عن المنافس والله اللي هو نادي بيراميدز، فأنا والله أنا ما بغلطش، والله أنا ما بقول حاجة، ولكن هذه هي الحقيقة الواقعة قدامي وقدام الجميع. قدامي وقدام مصر كلها، أنا راجل بلعب، لعبت شوية كورة يعني، فبفهم. لما واحد يشدني وقع في منطقة الجزاء بتتحسب ضربة جزاء يا جماعة، على فكرة. وشاهد على كلامي ده الأستاذ إيهاب الخطيب. هنا في القناة كنا قاعدين بنتفرج على ماتش الاتحاد وبيراميدز، أنا والأستاذ إيهاب قاعدين بنتفرج على الماتش، فبيقول لي النتيجة 0-0. قلت له بيراميدز هيكسب 3-4، لأن الاتحاد في مشكلة في نادي الاتحاد، مش قصتي دلوقتي، ولكن كده كده بيراميدز هيكسب. بيراميدز أفضل من نادي الاتحاد في هذه المباراة يعني. ولكن يا جماعة لماذا هذا الظلم التحكيمي اللي بيحصل؟ نادي الاتحاد تم ظلمه اليوم في مباراته أمام بيراميدز. على فكرة احسب ضرب الجزاء لو أنت حكم هات لي يا سمير لو سمحت الصورة، حط لي الصورة لو سمحت. حضرتك احسب كحكم يعني، احسب ضرب الجزاء أو كفار، تعالى حكم والكرة ضرب الجزاء واحسبها ضرب الجزاء. وعلى فكرة ممكن تضيع. أحمد الشناوي واحد من أفضل حراس مرمى مصر. فيا جماعة هو ينفع الكلام ده؟ أنتوا ليه بتخلونا نبقى طالعين؟ والله الواحد طالع وأموره جيدة وإن شاء الله نشوف يا جماعة. والله اسألوا كل الناس وإحنا بنتكلم، يا جماعة من فضل حضراتكم عايزين نتكلم بشكل فني ونتكلم على الكورة، وبيراميدز فريق كبير والأهلي أكبر وأكبر والزمالك إن شاء الله يرجع ويبقى أحسن وأحسن وتبقى الدوري السنة الجاية. والله والله هذا هو الكلام اللي بيحصل. ولكن أفاجأ بلقطة مصر كلها بتتكلم عنها، مش إسلام، مش قناة الأهلي، حتى كل الإسكندرانية كلموني قالوا لي يا كابتن إسلام هو ده يرضي ربنا؟ احنا عارفين ان احنا كده كده هنتغلب، ولكن ما تحسب لنا يا أخي ضرب جزاء. عندك صورة أوضح؟ ده في صورة أنا شفتها على غير طبعا ما شفتها لايف، في صورة أوضح من دي 100 مرة والنتيجة كانت 0-0. ما هو الفيديو عشان الحقيقة أنا فاهم، بس أنا بتكلم على صورة أحسن من دي. ده في صورة يا جماعة، هو في كده في الدنيا؟ أنا بثق في كابتن سمير عثمان، لما أسمع كابتن سمير عثمان طالع ويقول
هناك خطأ، هناك ركلة جزاء يجب أن كان يجب أن يتم احتسابها. هقول لحضراتكم اللي قاله كابتن سمير بالظبط أهو. كابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي لأون تايم سبورتس، ضربة جزاء غير محتسبة لصالح نادي الاتحاد السكندري أمام بيراميدز كان يجب على الفار أن يتدخل، والنتيجة كانت 0-0. حتى لو الكرة دي كانت دخلت الجون بيراميدز كان هيكسب، ولكن حضرتك كحكم وكحكم فار بتحطوا عليكم شبهات، وبتخلونا دايما نقتنع، احنا مقتنعين 100%، نقتنع 200% انه قرارات النادي الاهلي دائما ما تكون قرارات صحيحه 100%. 100% انا بعد كده اللي النادي الاهلي هيقوله همشي وراه. لانه عندما قرر النادي الاهلي ان يكون هناك حكم اجنبي في مباراه الزمالك ومباراتي بيراميدز ومباراه المصري، اديكم شايفين اللي بيحصل. اديكم شايفين اللي بيحصل. على فكره بيراميدز فريق جيد. بيراميدز فريق كويس وعنده سكواد تقيل وعنده مدير فني جيد. بس اللي انا دايما بقوله لحضراتكم يا جماعه، اهو اهو، شكرا يا زمره، متشكرين يا حبيبي. هل هذه الكره من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت، هل الكره دي مش ضربه جزاء؟ ده انت لو وريتها لكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز هيقول لك دي احسبها ضربه جزاء يا حاج، ما حسبتهاش ازاي دي؟ يا جماعة والله أنا ما عايز أوتر حد ولا أعمل حاجة، ولكن أنا راجل حاسس بالظلم كاسكندراني وكأهلاوي. أنا حاسس باللي بيحصل ده ظلم، ظلم يا جماعة والله. احسبها، ممكن ما تجيش، ولو جت بيراميدز هيكسب، بيراميدز هيكسب. هل هي دي الكرة الوحيدة اللي حصلت؟ مش هي دي الكرة الوحيدة اللي حصلت يا جماعة، حصل قبل كده كذا حاجه. انا هجيبها لكم على يوم الثلاث او الاربع، انا قلت لهم يحضروا لي كل الاخطاء عشان اقدر اتكلم فيها معاكم. ولكن هو في كده يا جماعه؟ طيب ده يرضي ربنا؟ طب الواحد يطلع يقول ايه؟ طب مطلوب مني ان انا اطلع في مثل هذه اللقطه اقول ايه؟ كراجل اهلاوي وبشجع النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي، وبصراحه انا بشوف ان نادي بيراميدز عاملين شغل كويس، مش محتاجين حكام في حاجة يا جماعة، عندهم فريق جيد جدا. أنا مش عارف هي الحكام يعني عن غير قصد طبعا، أنا هنا ما بقولش حاجة عن قصد، استحالة أنا هطلع أقول هذه الكلمات، ولكن هو اشمعنى مباريات بيراميدز دايما بيحصل فيها كده؟ أمام مودرن فيوتشر شفنا رئيس نادي مودرن فيوتشر مودرن سبورت وهو طالع بيتكلم، كان عندنا قصة واحتسبت علينا ركلة جزاء وهي مش ركلة جزاء. أمام مش عارف مين سيراميكا نفس الكلام، شفنا سيراميكا ومنزلين بيان كبير وعريض وطويل بيتكلموا فيه عن التحكيم. أمام الاتحاد السكندري للمرة الثانية، الاتحاد بيتظلم للمرة التانية، مرة في مباراة الداخلية بالأوفسايد اللي هو الكيلو اللي ما حسبوش ده، والكرة دي طب ما تحسبها. على فكرة لو دخل الجون 1-0 لنادي الاتحاد يعني ممكن، ها في الآخر بيراميدز هيكسب، يعني لأنه فريق أقوى من السكواد، سكواد بيراميدز أقوى من سكواد الاتحاد 100%، محدش يقدر يقول غير كده، وأفضل وأمهر وكل حاجة، أنا بقول الحقيقة. ولكن يا عم ادينا احسبها ركله جزاء وبعد كده اللي يحصل يحصل. ادي للناس حقها، ادي للاهلاويه حقهم. على النادي الاهلي ضربه جزاء، ما تحسب ضربه جزاء على النادي الاهلي يا اخي. هو انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟ وليه بتوصلونا لهذه الدرجه ان احنا نتكلم بهذا الشكل؟ والله اقسم بالله، وشاهد عليا كل الفريق الاعداد، قلت لهم يا جماعه هنتكلم ثلاث ايام اللي جايين، عايزين ماتش حلو، عايزين ماتش جميل. احنا كل شو كل ما واحد يجي يتكلم اقول ايه؟ اقول يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم امبارح، انا بالنسبه لي وفاه احمد رفعت بعيدا عن الهجس والكلام اللي بيحصل ده كله، انا بالنسبه لي هذه الوفاه تؤثر في انا شخصيا والله العظيم. ثلاثه ولد زي الفل و30 ولا 31 سنه وما بقاش معانا. فيا جماعه بجد والله الواحد نفسي اطلع احلل الكوره واطلع اقف معاكم هنا واقول لكم الكوره بتمشي ازاي وناحيه اليمين، واسمع الجمهور بيقول ايه، والكابتن حشيش لما يخش معانا يتكلم، والكابتن فلان يخش يشرح وجهه نظره ويقول لك اه،
ونتكلم على بيراميدز ونتكلم على الزمالك ونتكلم على الاسماعيلي ونتكلم على المصري ونتكلم على كل الفرق. كل ما نيجي نبدا نعمل كده بنقوم حاطين لنا اللقطه دي في وشنا. حطها يا سمير تاني، يحط لك اللقطه، خد يا عم ادي لقطه، اسكت ما تفتحش بقك. محدش بيقول لي كده، ولا حد يقدر يقول كده، ولكن اللقطه هي اللي بتقول لي. اللقطه اللي امامك دي لو انا ما طلعتش اتكلمت عنها خلاص، يبقى ما هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ والله انا ماليش علاقه بالوان الفنلات وماليش علاقه باي حاجه خالص، ولكن عيب عليكم يا جماعه والله. يعني طب الحكم ما شافهاش، الحكم يعني ما خدش باله لانه مش باين قدامي في اللقطه دي. معلش شوفوها في اللايف كده يا جماعه، الحكم فين؟ حد يقول لي. شوفوها في اللايف وقولوا لي، انا فاكر ان هو كان هنا بعيد شويه. المهم شوفوها وقولوا لي، لكن الحكم مش باين هنا. طيب هو الفار، ما هي استخدامات الفار؟ نمره واحد، هذه اللقطه انا كفار، انا والله جم يقولوا لي على اسم حكم الفار ما رضيتش اسمعه، قلت لهم لا مش عايز اعرف، قلت لهم مش عايز اعرف اسم حكم الفار، لانه الناس ممكن تفتكر ان انا بهاجم الحكم من نفسه او حكم الساحه نفسه. والله ما اعرف اساميهم، يعني انا ما سالتش، يعني طبعا كلهم على دماغنا، مش قصدي حاجه، ولكن قصدي اقول انه انا وانا دلوقتي وانا داخل ما رضيتش اسال، ولما قالوا لي هنقول قلت لهم لا مش عايز اسمع، من كتر ما انا مش مصدق ان لقطه زي دي ما تتحسبش. لقطه زي دي ما تتحسبش ليه؟ ما اعرفش. عايزيننا نقول ايه طيب؟ عايزيننا نقول ان هناك اتجاه او توجه بحاجه معينه؟ مش هطلع اقول الكلام ده يا جماعه. ودايما هحاول احافظ على ان كره القدم بتلعب في الملعب. هحاول على قد ما اقدر، مش هطلع امشي في هذا الاتجاه ابدا، ومش هقول الكلام ده، مش هقول الناس يعني بتقول، مش هقول. لانه احنا في قناه تحمل شعار النادي الاهلي. لكن بالمنظر دي، بالمنظر ده مش عارف اسكت ولا اعمل ايه، مش عارف والله. طاقم الحكام اتفضل، الحكم اهو يا جماعه، الحكم اهو. يعني بص لمن لا يرى، كابتن مين؟ انا مش عايز اسمع، لا مش عايز اعرف، مش عايز، محدش يقول لي والله مش عايز اعرف، ولكن الحكم زاويه الرؤيه مفتوحه امامه، والكوره مش عارف واضحه. حضراتكم قولوا لي واضحه بجد والنبي يا جماعه، ابعتوا لي قولوا لي واضحه ولا مش واضحه، واضحه ولا مش واضحه اما تقول. انا مش عايز اسمع، ما حدش يقول لي يا جماعه اسماء، مش عايز اسمع، هشيل البيز، مش عايز اسمع اسماء الحكام والله ما عايز اسمع. فمن فضلكم يا جماعه حد يقول لي من جمهور بيراميدز او من جمهور الاتحاد، يا عم اسلام دي مش ركله جزاء، حد يقول لي بس يا جماعه. لو في حد اسكندراني او بيشجع نادي الاتحاد وهم كتير جدا يبعت لي يقول لي يا جماعه. أو انا كل اللي عايزه والله العظيم، اقسم بالله، اقسم بالله، وشاهد عليا خمسه سته كانوا قاعدين حواليا منهم الاستاذ ايهاب الخطيب، قلت كده بيراميدز اعلى كتير يا جماعه، هيكسب 3-4، والله العظيم اقسم بالله قلت هذه الكلمه، والنتيجه 0-0. ما يفرقش معايا النتيجة كام، ما يفرقش معايا النتيجة كام، ولكن يا أخي هو في كده؟ هو اللي بيحصل ده طبيعي؟ هل من الطبيعي إن احنا نشوف كرة زي دي ونسكت؟ كابتن أهو، كابتن الحكم موجود أهو وشايف الـ، إلا لو هم شايفين إن هم مش فار، إن هي مش، أنا آسف، إن هي مش ركلة جزاء، معرفش، مش عارف. ولم أشاهد رأي كابتن ناصر عباس حتى لا أتأثر، ما معرفش هم اتكلموا على الحالة دي ولا لا، ولكن سألت ناس كتيرة جدا 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 يا جماعة هذه الكرة، ناس خبرة طبعا في التحكيم، يا جماعة هذه الكرة لا تحتسب ركلة جزاء ولا تحتسب. كل الناس قالت لي يا كابتن إسلام هذه الكرة بعيدا عن الألوان، وكنت دايما أقول لهم هذه الكلمة.
بعيدا عن الالوان، الكره دي تحتسب ولا ما تحتسبش؟ قالوا لي تحتسب، قلت لهم شكرا. اعمل ايه؟ يعني يجب ان يكون هناك وقفه مع التحكيم يا جماعه خلال الفتره اللي جايه بجد والله. مين هيستحمل اللي بيحصل؟ يعني نادي الاتحاد السكندري يعني الحمد لله ان هم هيقعدوا، مش هيبقى ما عندهمش مشكله طبعا ان هم يتغلبوا 4-0، ده رقم كبير جدا فنيا ولكن اديني حقي. طيب اكيد الاسكندرانيه كلهم، كل مشجعي سيد البلد بيقولوا هذه الكلمه، اديني حقي وبعد كده يحصل اللي يحصل. لو النتيجه 1-0، لو النتيجه 1-0 كان ايه اللي حصل؟ طيب فاكرين، وانا الحمد لله والشكر لله عندي هنا فريق اعداد محترم ورئيس تحرير محترم، فما بنيجي نتكلم دايما بنحاول ان احنا يعني دايما يبقى كلامنا مختلف علشان نبقى عكس بعض وفي الاخر نوصل بحاجه نقدر نقولها. في وقت من الاوقات واحنا قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، قبل المباراه النهائيه يعني، كان في حلقه قلت لهم يا جماعه هنتكلم، كان هناك خطا معين حصل. قلت لهم انا عايز اطلع اتكلم عن الخطا. فقالوا لي يا كابتن خلينا نقعد نحضر لان احنا بنلعب نهائي افريقيا، خلينا نركز في نهائي افريقيا وربنا يكرمنا ونكسب ونعمل بس الارم كده او انذار للناس، يا جماعه في مشاكل كتيره بتحصل في الدوري بس احنا ساكتين علشان احنا عندنا حاجه اهم، بنمثل اسم مصر في البطوله الافريقيه. واتفقنا على انه يجب ان يكون هناك تحضير لما هو قادم. الكلام ده من امتى؟ شوف نهائي افريقيا كان شهر كام؟ قبليه باسبوع او ب10 ايام. قلنا هذا الكلام على هذا المنبر. قلنا ان في اخطاء كثيره بتحصل للفرق المنافسه، ساعتها كان برضو بعض الاخطاء بتحصل لبقيه الفرق. ويا جماعه اللي بيحصل ده يجب ان يكون هناك وقف عليه او معاه. النهارده انا بتاثر بشكل مباشر، انا كنادي اهلي يعني. بتأثر بشكل مباشر أو كمشجع أهلاوي، النادي الأهلي لا يتأثر بحاجة، لا يتأثر بحاجة، ولكن أنا كمشجع أهلاوي أنا متأثر. هو ليه بيحصل كده يا جماعة؟ وزي ما قلت أنا لن أمشي في اتجاه اللي بيتقال إنه هناك توجيه معين، توجيه الدوري لشكل معين أو حتة معينة، أنا عمري ما هقول هذا الكلام. ومش يعني من فضلكم يا جماعة العدالة واجبة خلال الفترة القادمة. ما يصحش اللي بيحصل ده، الأخطاء اللي بتحصل دي أنا هعتبرها أخطاء غير مقصودة. مش هقول، عمري ما هقول إن هي أخطاء مقصودة، عمري ما هقول هذه الكلمة. هذه الأخطاء الغير مقصودة يجب أن يتم حلها. على الرغم وأنا هنا بحيي مجموعة العمل اللي معايا برضو، لأن هم قلت لهم يا جماعه دي انا دايما كنت اقول كده يا جماعه هي اخطاء غير مقصوده غير مقصوده غير قالوا لي هي كابتن غير مقصوده ولكن هي ليه دايما مع فريق واحد؟ فقلت لهم لا يعني غير مقصوده برضو، فدايما هي مع فريق نفس الفريق للاسف. بلاقي دايما، والله انا لا اقصد حد ولكن هي الدنيا هي ماشيه كده، كل الاخطاء في صالح حد. فأنا الحقيقة مرة تانية شكرا يا كابتن خطيب، شكرا إن أنت طلعت مبلغ في وقت اقتصادي صعب زي اللي احنا فيه علشان تحمي فريقك. ولكن هو كابتن خطيب هيعمل إيه؟ هيجيب حكام أجانب لكل الفرق ولا هيعمل إيه؟ مش عارف يا جماعة عندنا مشكلة. يا رب والله العظيم ثلاثة كل حكام مصر أنا بحبهم جدا جدا، ويوم لما كانوا في أفريقيا في بطولة الأمم الأفريقية وعملوا هذا الشكل أنا طلعت عملت حلقتين وكنت قاصد وكنت يعني بأفور علشان أدي الحكام حقها. ولكن دلوقتي من فضل حضراتكم يا لجنة الحكام عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا،
وعندنا 4 5 ماتشات لبعض الفرق، وعندنا 11 او 12 ماتش للاهلي. هنعمل فيهم ايه؟ هل سنتحمل مثل هذه الاخطاء؟ اتمنى ان تسود العداله التحكيميه خلال المباريات القادمه. النهارده كسبنا الجيش. طيب قبل ما اتكلم عن مباراه الجيش، خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. كسبنا زي ما قلت لحضراتكم فريق طلائع الجيش بثنائيه مقابل لا شيء، عمرو السولية ووسام ابو علي. وسام بيواصل تألقه، ولكن بسرعه جدا هتكلم عشان استقبل كابتن حشيش. جونين حلوين وفيهم فكره، وزي ما قلت لحضراتكم ان الراحه بتفرق، بدليل ان الشوط الثاني مستوى النادي الاهلي تحسن بشكل كبير جدا. ما كناش كويسين الشوط الاولاني، ولكن تمام. دلوقتي بتحصل يا جماعه ان انت ما تبقاش كويس، ما فيش ماتشات هتفضل فيها طول الوقت كويس، لكن انت ما كنتش كويس الشوط الاولاني لاسباب، واسباب واضحه وكتير وكل حاجه. ولكن هو ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ الشوط الثاني عشان انت فريق قوي وفريق واقف على رجلك، نزلت خلصت الماتش في نص ساعه او في ثلث ساعه، جبت جونين، وجونين الجونين احلى من بعض، والجونين طريقه لعب هذا الرجل اللي انا بشوف ان هو رجل عبقري حتى في تصريحاته بالمناسبه، ان هو دايما بيتكلم بشكل جيد عن كل حاجه، وهقول لكم ازاي. ولكن وسام بيثبت من يوم لاخر قد ايه ان احنا عندنا مهاجم جيد حتى هذه اللحظه. اتمنى له ربنا يبعد عنه الاصابات، وربنا يبعد عنه كل حاجه وحشه، لانه وسام الحمد لله والشكر لله. انا كنت من اوائل الناس اللي عملوا معاه لقاءات، او انا اول حد عمل معاه لقاء من خلال قناه الاهلي، وقلت لكم على الهوا، وانا اتذكر قلت لحضراتكم انه وسام سينجح نجاح ان شاء الله نجاح باهر مع النادي الاهلي. كل اللي فاتكم واللي جاي كوم تاني. الاهلي لو في حالته الطبيعيه او في حاله لاعبيه الطبيعيه ان شاء الله ربنا يكرمنا، مش بيراميدز نكسب اي حد، مش بتكلم على بيراميدز، ولكن انا هنا اكسب اي حد، لانه الاداء اللي انا شفته في الشوط الثاني وجزء برضو من الشوط الاول، عشان لا ننكر حق كل اللاعبين اللي موجودين، لانهم كلهم هيبقوا ان شاء الله جاهزين لمباراه يوم الجمعه اللي جايه. اداء رائع جدا خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الثاني ان ده اللي بيدل على ان انت كاهلاوي اقعد مطمن، اقعد واعرف ان انت عندك فريق كله رجاله، فريق ناس بتموت نفسها. بصوا اللعيبه يا جماعه، وش اللعيبه، هات لي اللقطه اللي فاتت يا سمير لو سمحت، اللي هي الثلاث لعيبه وهم على بيحطوا الشاره على دماغهم. طبعا واضح جدا التاثر الكبير لوفاه النجم احمد رفعت، ولكن انا هنا عايز اتكلم على نقطه تانية. بصوا وشوشهم عامله ازاي. معلش انا باخد بالي من حاجات، لان الحاجات دي بتفرق معايا انا، لان شفتها كتير. اللعيبه كلها تحس ان هي، لا انا عايز وشوش، وشوش قرب الوشوش. انا قصدي ان وشوش اللعيبه تحس ان هي مجهده تعبانه، على الرغم ان هم خدوا يومين. ايوه، لانه انا بفكر كتير، عايز اكسب، عايز افرح ال 70 80 90 مليون اهلاوي اللي عندي، عايز ادي بشكل جيد. فتحس ان كل الوشوش، لو عندك صوره وشوش قريبه هتحس كل الوشوش، لكن هم جازين على دماغه على اسنانهم وبيعملوا كل حاجه. عشان كده بقول لك انه هؤلاء اللاعبين هم ابطال، الجهاز الفني ابطال، وراهم مجلس اداره بيعمل كل حاجه علشان نقدر ناخد الدوري. لكن ايه اللي هيحصل محدش عارف بالمناسبه. فربنا يكرمنا يا جماعه ان شاء الله. مباراه مهمه جدا 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 هنتكلم عنها في وقتها، ولكن قدرت تكسب طلائع الجيش، هذا الفريق المحترم اللي كان لولا تألق مصطفى شوبيب في الشوط الاول، النتيجه للشوط الاولاني 2-0 لصالح طلائع الجيش. بس خلي بالكم وانا قاعد، هي دي يا سمير، شكرا، هي دي، اقف اقف. بصوا الوشوش، تحس ان الوشوش ليه؟ عشان مجهدين ولكن واقفين على رجليهم. يعني ايه الوشوش تعبانه، شكلها تعبانه ولكن واقفين على رجليهم بدنيا، وهو ده الاهم. ذهنيا بيحاولوا بقى يصفوا واحده واحده. عشان كده كنت بقول لك ايه من يومين، ان اليومين الراحه دول فرقوا كتير جدا جدا، وان اللعيبه دي والله العظيم ثلاثه يمكن انا بحس بيهم قوي، اللعيبه دي ابطال، اللعيبه دي رجاله، اللعيبه دي يعني بجد يستحقوا كل التحيه والتقدير، مش الثلاثه، الفريق كله.
مش بتكلم على امام وحسين ووسام، انا بتكلم على كل اللاعبين. طب هو انت لما تيجي تتكلم على ماتش النهارده اول واحد تتكلم عنه مين؟ مصطفى شوبير. وهذا الاداء الكبير والرائع، ولكن في نفس الوقت الشوط الاولاني حتى لو كانوا دخلوا فينا الجونين، ده رايي انا كاهلاوي، كنت هبقى قاعد شايف ان فريقي وحش الشوط الاولاني، ولكن كنت هبقى متاكد 1000000% ان انا هكسب هذه المباراه بسبب ان انا عندي احسن فريق في مصر، مش في مصر بس، في افريقيا، والقادم دائما سيكون افضل ان شاء الله. ربنا يكرمنا. فكولر تحدث كمان بعد المباراه وابدى سعادته بالفوز على طلائع الجيش والفوز ب3 نقاط مهمه في طريقه لاستعاده الدوري او صداره الدوري الممتاز ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه. 4 ماتشات فارق دلوقتي 57 نقطه اعتقد، و بيراميدز كام يا شباب؟ 68 62 65 68 نقطه بيراميدز، وانت 57 نقطه. ان شاء الله الـ3 مباريات ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز ونعدي بيراميدز ببونت، وربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله في المباراه اللي جايه، مباراه بيراميدز القادمه يعني، وتبقى الامور افضل وافضل وافضل. 68 نقطه لصالح نادي بيراميدز و57 نقطه لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم كولر تحدث بعد المباراه وكان بيبدي سعادته بالفوز على طلائع الجيش، وقال ان اداء النادي الاهلي تحسن في الشوط الثاني لانه تحدث مع اللاعبين ما بين شوطي المباراه وعمل بعض التغييرات من اجل زياده الفاعليه الهجوميه، مما ساهم في الفوز والحصول على 3 نقاط. قال ايضا ان مصطفى شوبير ادى بشكل جيد جدا وان هو بيشكره على هذا الاداء خاصه في الشوط الاول، لانه لولا وجود مصطفى شوبير في الشوط الاول كانت النتيجه 2-0 لصالح. ادي واحده منهم، ده هدف الكره دي، جون اولاني، واحده الاولانيه من هاني اللعيب كويس جدا بالمناسبه، والمتابعه بتاعت الكوره. فالنادي الاهلي الحقيقه كسب حارس مرمى كبير وعملاق وعنده رياكشن غير طبيعي. ربنا يكرمك يا مصطفى ودايما تفضل حارس مرمى عرين النادي الاهلي في ظل وجود اسماء كبيره جدا زي النجم الكبير كابتن محمد الشناوي اللي له دور كبير جدا، اللي بالمناسبه اتكلم عنه كابتن او مستر مارسيل كولر، وقال ان الشناوي، هو اتكلم عن الشناوي مع الشناوي وقال ان هو هيكون متواجد في المباراه القادمه، واتكلم عن كهربا ايضا وقال ان هو قعد الاسبوع اللي فات تدريبات منفرده لمده اسبوع، وامس فقط في شارك في التدريبات الجماعيه، لذا كان من الصعب ان يشارك في مباراه اليوم. زي ما قلت لحضراتكم الشناوي وشوبير الاثنين الحقيقه افضل من بعض، وهيفضلوا المنافسه دي منافسه حلوه للمدرب بالمناسبه يعني. وكولر عشان ثقته الكبيره في الاثنين بيعمل كده، وبالمناسبه هو كولر قال لي، قال ان الشناوي سيكون هو الحارس الاساسي في المباراه القادمه مباراه بيراميدز. وابدى سعادته الحقيقه بمستوى وسام ابو علي وتسجيله للاهداف، وقال ان هو لسه قدامه اكتر واكتر خلال المرحله القادمه. طيب عشان عندنا كلام كتير وكلام مهم مع النجم الكبير كابتن محمد حشيش، خلينا نطلع فاصل وكالعاده نشوف تقرير لجوله الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافه البيت الكبير. شهدت مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش التي انتهت منذ قليل الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت لاعب منتخبنا الوطني وفريق مودرن سبورت الذي وافته المنية قبل يومين. وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز. أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلة بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأسه، تخليدا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميا تعاقده مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة لقيادة فريقه الكروي بداية من الموسم المقبل لإعادته إلى التوهج على المستويين المحلي والقاري، ويعلق الجزيرة آمالا كبيرة على المدرب المغربي الذي حقق مجموعة من الإنجازات في مشواره التدريبي آخرها قيادة منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا وبلوغ الدور الحاسم من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. أعلن نادي الوحدة الإماراتي التعاقد مع النيجيري فيليب أوتيلي لتعزيز صفوف فريقه قادما من نادي كلوغ الروماني، وكان الوحدة قد عين مطلع الأسبوع الجاري المدرب النرويجي روني ديلا ليبدأ الموسم الجديد للدوري الذي سينطلق في 23 من أغسطس المقبل. كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي وضع الحارس البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول كأبرز أولوياته للموسم المقبل، على الرغم من التفاوض مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والذي أبدى استعداده لمغادرة فريقه للمشاركة في تحدي جديد واللعب مع كريستيانو رونالدو. قدم نادي فولفسبورغ الألماني نجمه الجزائري محمد الأمين عمورة رسميا كلاعب جديد في صفوف الفريق وبعقد يمتد إلى صيف عام 2029 بعد توصله لاتفاق نهائي مع إدارة فريقه السابق نادي سان جلواز البلجيكي قبل أيام. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن حكم مباراة إنجلترا وهولندا المقررة يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024، حيث يدير المباراة طاقم تحكيمي ألماني بقيادة فيليكس زواير. حقق الفرنسي أنغولو كانتي نجم وسط اتحاد جدة رقما قياسيا مع منتخب بلاده في يورو 2024 المقام في ألمانيا بعد أن نال جائزة رجل المباراة مرتين من أصل 5 مباريات خاضها مع الديوك، ولم يستقبل منتخب فرنسا أي هدف طوال 451 دقيقة شارك فيها كانتي، ليصل بذلك إلى أطول مدة للاعب أوروبي في بطولة كبرى يشارك فيها دون أن يستقبل فريقه هدفا طوال تواجده فوق أرضية الملعب. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني سحب عرضه الأخير لتجديد عقد لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز الذي سينتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل، والذي كان يتضمن راتبا يتراوح بين 14 و16 مليون يورو، حيث بات العملاق الألماني منفتحا على رحيل لاعبه هذا الصيف، وجاءت هذه الخطوة كخدمة كبيرة لريال مدريد المنفتح على ضم اللاعب. أعلن نجم المصارعة الترفيهية الأمريكي الشهير جون سينا أنه سيعتزل اللعبة في عام 2025 بعد مسيرة رائعة امتدت ل 22 عاما داخل الحلبة، ليكون آخر عام في مسيرته فوق الحلبات تبدأ بعده جولته الوداعية. وخلال مسيرته فاز جون سينا بأكثر من 16 بطولة عالمية وأصبح أحد أكثر المصارعين شهرة في العالم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. يا كابتننا ازيك يا ابو كباتن؟ اخبار حضرتك الحمد إيه؟ لله ماشي كله الحال. تمام ماشي الحال. في البدايه طبعا خالص العزاء للنجم الكبير كابتن احمد رفعت الذي وفاته المنيه منذ يومين. طبعا لازم نقدم واجب العزاء طبعا لاسرته والدته واخواته، البقاء لله طبعا، يعني ده ابن مصر كلها مش حقيقي. ابن نادي معين الحقيقه يعني، وابن منتخب مصر. بس انا اتمنى يعني طبعا ان الموضوع بقى يعني ايه يعني يتقفل بقى خلاص، يعني خلينا ننتظر ماذا سيحدث من اللجنه المكونه، اللجنه القانونيه المكونه من وزاره الشباب والرياضه، وخلينا ننتظر ماذا سيحدث في هذا الامر، ولن يترك احد حق طبعا احمد اذا كان له حق 100%. بس مش عايزين بقى ناس يعني تخوض في الموضوع ده لغايه ما تستنى بقى النتائج وكده والله حضرتك لو يعني متابع لقناه الاهلي هتجد ان الحمد لله والشكر لله ماشيه في هذا الاتجاه، ان احنا هو ده حال قناه الاهلي يا اسلام دايما في كل في كل حاجه، يعني احنا بنبقى ملتزمين جدا جدا، لو قناه ملتزمه جدا الحقيقه في كل حاجه، حاجه تخص الدوري المسابقات المشاكل، حتى لما بيجي لنا يعني في ناس بتتكلم في حاجات مش بتاعتها حقيقي وبتدخل النادي الاهلي في حاجه مش طرف النادي الاهلي صحيح. فالنادي الاهلي حتى لما بيجي عليه مشكله، وما اكثر المشاكل اللي بيواجهها النادي الاهلي
وبعض الحاجات اللي طبعا بتضايق مشجعين النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي واللعيبه، انما احنا ما بناخدش. مع انها قناه خاصه وممكن تتكلم زي ما انت عايز وتفرد يعني ساعات وساعات في الكلام ده، انما احنا بنلتزم عشان نكون، يا ريت يعني اتمنى نكون قدوه للناس التانيه، لان الفتره اللي احنا موجودين فيها دي زي ما انت قلت من شويه احنا بنطلع نتكلم على مشاكل. كابتن انا مش متصور والله يعني، واحنا حتى وانا وحضرتك قاعدين قلنا الحمد لله هنتكلم فني النهارده وهنتكلم وماتش هيبقى، انت حتى بتقول لي قبل الهوا والله بيقول لي ماتش حلو جدا لما احسن فريقين في مصر من الناحيه الفنيه الاهلي وبيراميدز فريقين حلو، هنشوف ماتش حلو والتكتيك هنا ده ممكن يعمل كذا، وتسمع كلام بقى حلو ونبتدي نبدا فوجئنا باللي بيحصل يعني بتلاقي عنصر من العناصر بوظ لك الدنيا. ما هو الى متى دخلك في الموضوع ده يعني دخل، ومش دخلني وبس يا كابتن، ده دخلني وخلاني ابقى شايف ان هناك، او انا مش شايف يعني ولكن شايفين في حاجه بتحصل. ايوه طبعا. ليه؟ لانه اشمعنى بتحصل هذه الاخطاء لصالح فريق معين وضد فرق اخرى بالزبط. يعني الاتحاد ده لتاني مره على التوالي ومتكرره حاجات متكررة. اخطاء متكرره في اتجاهات صحيح. معينه، ولازم الناس تعرف ان ده يعني تعب سنوات وموسم وشغل، يمكن الناس اللي ما بتشتغلش بقى مش فارق معاها الحاجات دي انها أيوة. تخسر تكسب، انما الناس اللي بتشتغل والمنظومه الكبيره اللي بتصرف بالملايين عشان تقدم الشكل كويس وتاخد بطولات وتطلع للعالميه، تيجي عنصر من العناصر يضيع لك التعب ده كله. عشان كده انا في بدايه كلامي بشكر شكرت إدارة الأهلي وكابتن خطيب على وجود طاقم تحكيم أجنبي في المباريات القادمة طبعًا. أو مباراتين يعني بيراميدز ومباراة الزمالك اللي انسحب فيها ومباراة المصري طبعًا. ما حدش هيستحمل أصلًا، ما حدش هيستحمل أصلًا، بس خلي بالك أنت هتعمل إيه وأنت هتجيب إدارة الأهلي هتجيب ماتشات حكام أجانب لماتشاتها والماتشات التانية؟ لا طبعًا ما أنا بقول لك الحاجة اللي أنا أقدر عليها بتاعتي اللي تخصني أقدر، انما الحاجه الثانيه دي ما هي دي مشكله، والحاجه الثانيه دي ما هي مرتبطه بيا، مرتبطه بالمنافسه. الله عليك. مرتبطه يعني بمنافسه ومرتبطه بفريق ومرتبطه كبير. بهبوط كمان يعني عشان مرتبطه بفريق كبير زي نادي الاتحاد السكندري اللي بيحصل له كل شويه مشكله بسبب التحكيم، على الرغم ان بيقول لك وانا قاعد قلت يا جماعه الماتش ده 3-4. انت عارف يا اسلام هي المشكله في ايه؟ يعني برضو احنا قول لي المشكله فين. المشكله ان انت يعني في حاجات بتبقى واضحه قوي، يعني واضحه مفيش مجال يعني ساعات مثلا الحكم يبقى فيه لعبه معينه وواقف قدامه 3-4 لعيبه فانت مش شايف، انما اللقطه اللي جت من شويه الحكم قريب ومفيش حد، هاتها تاني لو سمحت، ومفيش حد مغطي عليه لقطه الحكم مفيش حد مغطي عليه مثلا الرؤيه. انت عارف انا بقى انا شفتها فوق وانا قاعد بتفرج يعني، ولكن قلت يمكن انا ناسي بس لما سمير جابها لي دلوقتي كابتن والله حاجه يعني الحكم شايف الرؤيه واضحه قدامه. بص يا كابتن طيب قول لي هل هناك عائق امام الحكم؟ خالص يعني هات اللقطه الثانيه يا سمير بقى اللي فيها الزقه اللي هي اللقطه اللي واضحه يعني للناس كلها. ايوه دي. لا مش دي، لا في واحده ثانيه بقى الجديده اللي انت جبتها جديد، في لقطه غير دي اللي بعدها هات لي اللي بعدها. طيب ال 18 مش زحمه مش ومش كره مثلا بالعرض وفي 4-5-6 لعيبه مشتركين مش باينه، ده واحد مع واحد ورؤيه الحكم كويسه جدا جدا للموضوع، مش هنقول اصله كان بعيد اصله لا ده هو شايف كويس قوي. لو انت راجل بتشجع نادي بيراميدز هتقول ايه في كره زي دي؟ مثلا مش هفتح بقي اساسا، ضرب الجزاء يعني مش انا قلت الكره دي لو ينفع نعرض اللقطات اللي احنا جايبينها دي ونوديها لكابتن هاني سعيد مدير رياضي نادي بيراميدز هو نفسه هيقول لك ما تحسبها ضربه جزاء. بالظبط. ليه؟ هي دي يا كابتن اللقطه. بص يا كابتن هل دي محتاجه يعني رجل؟ لا بجد والله كابتن معلش اطلاقا والله يا كابتن انا لو حضرتك شايف ان هي ليست ركله جزاء من فضلك اطلاقا قول على الهواء. والله العظيم ثلاثه اطلاقا، اصلها باينه جدا جدا يعني طب انا عايز حد يجي يا جماعه يا محمود ضربات الجزاء شوفوا حد يجي يقول ان هي مش ركله جزاء. وبعدين ضربات الجزاء اعمل ايه طيب؟ تتحسب امتى بقى؟ والسؤال يعني لو الفار قاعد وشايف في اي شك بالنسبه له هو قدراته كده ان شايف صحيح. ما تجيب ما تندهله يبص عليها تاني، ايه المشكله؟ امال الفار جاي ليه؟ يعني ما هي وظيفه الفار في مثل هذه الحالات؟ ان انت تسكت وتستنى تشوف كذا؟ يعني مش معقوله، احنا قلنا الفار ده
هيسهل على الحكام ومساعد للحكام، ويقدر الحكم يتراجع في قراره، ممكن ما يكونش مركز، ممكن ما يكونش اي حاجه بقى، مفيش قصه. فالفار هو معمول عشان كده، يعني الفار مش معمول بس عشان التسلل، لا، الكور المشتركه اللي زي دي واللي فيها ضربات جزاء ما تبص اندهله. يعني انا كان نفسي اطلع اتكلم مع حضرتك زي ما انت كنا بنتكلم بره كده، والله اسلم احنا من ناحيه اليمين هنضغط كذا، وناحيه الشمال هنعمل مش عارف ايه، ومن هنا هنعمل ايه، والراجل هيعمل كذا، والبيراميدز عندهم الحته دي كذا. طيب مش هنعرف. هل انا كراجل مشجع اهلاوي ممكن اسيب النقطه دي او اللقطه دي واسكت؟ يعني حضرتك لما شفت اللقطه دي، لا قلت لا ده انا لازم اتكلم عليها. يعني انا وانا جاي قلت لازم، لو انت ما فتحتش الموضوع انا هفتحه، لان انت بتبقى قاعد برضه في حاجات بتستفزك يعني. طبعا. يعني طب اشمعنى يعني؟ طب ايه المشكله؟ كرة في الاول وتحسبها. تيجي ما تجيش، ما ساعات بتتحسب وفيها شكه ونص ونص وتطلع بره تيجي جون. مشي الامور. وبعدين خلي بالك يا اسلام، ما انت كنت لعيب كرة عارف. الاهداف وتوقيتاتها بتفرق مع الفرق جدا جدا. الله. في الاداء والحماس طبعا. وتحس ان انت كسبان 1-0، لا ده انا اموت نفسي انما بالشكل ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش خالص. ومع ذلك لن نقول الا من فضلكم الفتره القادمه لا تحتاج الا للعداله. على راي كابتن سمير، اعتقد كابتن سمير عثمان قال للحكام مره، او حكم من الحكام مره قال له حب نفسك. أيوة. فمن فضلكم حبوا نفسكم الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، سواء على النادي الاهلي او على نادي بيراميدز او على نادي الداخليه او المقاولين او فوق وتحت. فاركو فوق وتحت يعني. الفرق اللي بتنافس او اللي عايزه تقعد، والفرق اللي بتنافس على القمه. فمن فضل حضراتكم محدش هيستحمل، محدش هيستحمل. خليكم على قد ما تقدروا طبعا، لان انا عارف ان كل هذه الاخطاء لا يقدروا يا اسلام. هقدر اقول، هقول ان هي مش مقصود، هقول لا يقدروا. انا شايف انهم يقدروا، لان احنا بقول لك ما هي لعبه من الالعاب اهي. يعني اخيره كانت لسه من كام ساعه يعني حاجه قريبه وحاجه باينه جدا جدا، وتحسبها عادي. ايه المشكله في كده؟ زي ما بقول لك اندهل، يعني الفار يندهلك وتعالى بص يا عم وقول لا انا بقول مش ضرب الجزاء، الناس هتحترمك، هتقول والله هو رايه كده، هو رايه مثلا. انما ما تشوفش وما تقولش وما تعملش ومحدش يندهلك، ما حدش يعني. دي برضو يعني اتمنى ان الماتشات اللي جايه يكون فيها عداله اكتر من كده، وان تقل الاخطاء. في اخطاء في اخطاء غير مقصوده، غير مقصوده، ولكن من فضل حضراتكم الاخطاء دي نحاول نخليها تقل 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 على قد ما نقدر. الاهلي كسب، اتفضل. المشكله في كمان في حاجه، ان انت كده يعني فرقه زي فرقه النادي الاهلي واللعيبه اللي هم، انت قلت كلمه جميله جدا، ابطال النادي الاهلي حقيقي، اللي متحملين ضغط المباريات، وكل 48 ساعه يلعب ماتش، وبيلعب تحت ضغط الاجهاد والضغط النفسي، لان هو عنده مؤجلات عايز يكسبها كلها عشان يتصدر الدوري. فاللعيبه دي بالتعب ده كله وتيجي تحس بشيء من عدم العداله في بعض المباريات اللي ممكن توجه اللي بعيد عنهم. خلي بالك اللي بعيد عنهم حتى النهارده انا بشوف ان حكم المباراه النهارده في الاهلي وطلاع الجيش حكم جيد بالظبط، طاقم التحكيم يعني. يعني انما تيجي تشوف حاجه زي كده، المنافس بتاعك وبيستفيد من اخطاء، هنقول اخطاء حكام، وبيستفيد من الكلام ده، طب لا ما انا تعبان وعندي ضغط نفسي ومجهد وبحارب، واحنا في شهر 7 ولسه الدوري فاضل لنا كم ماتشات قد كده. صحيح. الحكام يا سيدي، انت موسم وحش وكلنا معترفين بالنسبه للحكام وحش، طب فنش كويس مثلا، يعني فنش كويس، حاول تظبط نفسك. كابتن محسن صالح دايما كان يقول لنا اللقطه الاخيره بالظبط كده، هي اللي بتنسي حاجات كتير يعني، او بتصلح حاجات كتير، انما ما بتبقاش من الاول للاخر. زي ما قلنا الاخطاء مقبوله في بدايه البطوله، لسه مشوار كبير ومحدش عارف ظروف المباراه ايه، انما الهدف بيفرق في المباراة الأخيرة. بس الكرة دي يا كابتن لو كانت دخل الجون محدش كان هيقول حاجة لشوبير، ولكن واحد من أسباب الفوز بثلاثة نقاط ده. خلينا نتكلم في موضوع برضه اللي كان بيتقال، والمشكلة والشناوي ومصطفى شوبير ومين اللي هيلعب، وأصل ده لاعب منتخب والتاني مش هيلعب والتاني هيرجع يقعد طب ما الراجل بيلعب الاتنين أهو.
صحيح. ولعب الراجل ده النهارده وقال لك الشناوي هلعبه المباراه القادمه والدنيا زي الفل واللعيبه مع بعض كويسين جدا جدا وكل واحد كمان مقتنع بالقرارات بتاع المدير الفني. صحيح. اللي اتخلت قبل كده مشاكل من الموضوع ده قعدنا بقى كانت يعني كانت هيصه في الموضوع ده. ف يعني احنا طبعا سيبك بقى طبعا من السوشيال ميديا اللي هي طبعا يعني أس الفساد في كل حاجة بصراحة يعني وباينة قوي طبعا في الرياضة لأن فيه احتكاك يومي لا وأسبوعي ومباشر. لا برضه آراء فنية خلي بالك تقبل صح حضرتك صح وأنا صح. الآراء الفنية مش الحاجات التانية. طبعا. مش اختلاق المشاكل. مش صحيح. الحاجات الأخبار الكاذبة. مش الحاجات اللي بتشعلل الدنيا. مش حاجة بتبقى نغمة اتجاه معين مثلا وفي بوظان وفي كذا وفي كذا تلاقي الدنيا كلها بقى بتألف على الموضوع كل واحد بقى إيه بيحاول يطلع تأليفة حلوة عشان إيه تعمل ترند. بس أنا بزعل برضه إسلام من تفضل. يعني السوشيال ميديا ما عليهاش كنترول إنما الفضائيات اللي تعبتنا نفسيا والناس اللي بتطلع لازم يتشاف لها حل ودي يعني أعتقد إن ممكن قوي يتشاف لها حل لأن الميكروفون ده أمانة ومش أي حد يطلع ومش أي حد يعلي على التاني ويزود ويشتم ويقول ويعمل وبتاع. ده في ناس دلوقتي ابتدت من النقد الصعب لتجاوزت الكلام ده اللي بتقول ان ده ما عندوش فكره وده بوظ نادي كذا وده عمل ده كذا وده يعني ما ينفعش الكلام ده بقى خلاص يعني وصلت لمرحله ان انت بتبقى مشمئز وانت قاعد تتفرج. وللاسف مش هنقول مثلا يعني بعض الصحفيين اللي هم لسه طالعين في المقدر جديد ده لعيبه كوره ولعبت في انديه وانديه كبيره وانديه يعني فانت بتحزن من حاجه زي كده بصراحه لان احنا طول عمرنا احنا اسره واحده. صحيح. اهلي زمالك مقاولين اسماعيلي مهما كانت كده اتحولت لغابه يعني. حقيقي هي اتحولت لامور كثيره جدا جدا لانه في النهايه ما يحدث الحقيقه زي ما حضرتك قلت الوسط الرياضي كان كله قريب من بعضه. طبعا. على الرغم من ان انا من الناس اللي مقتنع ان لا صداقه في وجهه نظري. تمام. ما تقوليش ليه وكده لان انا عندي كلام كتير اقدر اقوله. مش صداقه أنا بس علاقه كويسه. علاقه جيده. لكن جيد. هي ليست صداقه. صحيح. لا يعني لا صح. يعني انا لا اعتمد وجهه نظري برضو انا لا اعتمد على غير صحابي. هم اصحابي القريبين مني. طبعا. ممكن يعني حتى هذه اللحظه هي يعني هي صحوب مش عارف اقولها ازاي صحوبيه حاجه كده يعني. معرفه. معرفه. صحيح. يعني بحس ان انت برضو ايه يعني احنا مش عايزين نقول صداقه بس ما تتعداش على الاخر. الله ينور. خليك في نفسك واتكلم على نفسك. يعني حضرتك تقصد انه كانت العلاقات جيده جدا واحترام متبادل ما بين الجميع بصراحه. يعني 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 وانا عايز اقول لك دلوقتي حتى ده ما بنشوفوش في بعض والله يمكن وفاه احمد رفعت تخلي الناس ترجع مره تانية تعتمد على الاحترام بس والادب احنا والاخلاق. احنا بنطلع شويه كده في حاجه وبتاع وبعد كده بننسى ونرجع تاني لان لازم عشان نعمل الكلام ده لازم جوانا يتغير. صحيح. والناس كلها تتكاتف وتحاول انها يعني تغير المناخ نفسه. المناخ ده بيضم اطراف كتيره جدا وعناصر كتيره جدا يعني منظومه الكوره دي فيها حاجات كتيره جدا جدا وعناصر مختلفه. فلازم كله يقرب للتاني عشان ما يبقاش يعني مش هنقول اصل اللعيبه مع بعضها اصل الحكام مع بعضها اصل المسؤولين مع بعضهم. لا ده هو كله بيتصب في حاجه واحده. حقيقي. والتحكيم بيأثر على اتحاد الكوره. حقيقي. والانديه بتأثر على التحكيم والانديه بتأثر على يعني كل حاجه كل حاجه. صحيح. كل حاجه. شفت الماتش ازاي النهارده يا كابتن؟ والله بص طبعا احنا الماتشات دي كلنا احنا مش متوقعين منها اداء طبعا جيد او اداء ممتاز او الاداء اللي احنا حابينه. انما احنا متفقين على حاجه ان في ظل الظروف دي كلها ان انت الثلاثه بونت اهم حاجه بالنسبه لك. بتيجي بقى على حسب انت خدت راحه شويه بس ايه يوم زياده. بص بقينا دلوقتي نطمع في يوم او يومين زياده. صحيح. في الراحه. الراحه. تقدر تلاقي يعني النادي الاهلي بعد ما خد الراحه اللي هي بسبب انسحاب طبعا نادي الزمالك الراحه دي فرقت معاه عشان كده في الماتشات اللي بعدها ادى اداء كويس وكسب. انما رجعنا تاني برضو للخلاط اللي اشتغل لا تاني. بس النهارده انا بشوف ان الشوط الاول الاداء لم يكن جيد ولكن الشوط الثاني اداء مغاير تماما وجهه نظري. معرفش هو الاهم من ده كله ثلاث ان انت زي ما قلت اللعيبه واقفه على رجليها يعني مصره على المكسب برغم ان احنا طبعا الشوط الاولاني تألق طبعا مصطفى وكم هجمه خطر كان ممكن يعني 2-0 بالظبط كده كان ممكن تكعبل الدنيا بقى وتحطك تحت ضغط جامد
واحنا دايما قلنا في المباريات اللي زي دي اسلام لازم يعني في اول ربع ساعه تلت ساعه تجيب جون عشان تقدر تسيطر على الملعب وتبقى هادي مش مستعجل ومش لان هي ماتشات كوس زي ما عملت مع بدايه الشوط الثاني فانت لازم في البدايات تبقى بادئ كويس قوي لان دي في الظروف اللي احنا فيها دي لازم تضغط من الاول وتحرز هدف يريح اللعيبه ويديها ثقه ما تبقاش تحت يعني هي اساسا تحت ضغط من قبل الماتش مش هتخش الماتش كمان ويجي لها ضغط زياده او تبقى متعصبه فلازم احراز الاهداف برضو في الاول بتفرق جدا جدا يعني. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش مباراه خدنا فيها ثلاثه نقاط على الرغم من تباين المستوى اللي ظهر بالنادي الاهلي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني ولكن في النهايه هي ثلاثه المجمل نقاط والطريق في الطريق يعني اداء كويس ويعني هنقول اداء كويس بالنسبه طبعا للمكسب ولعيبه ظهرت بمستويات كويسه انا مبسوط الحقيقه للسوليه لان السوليه جاي من مشوار اصابه طويله والاصابات اللي في السن الكبير برضو انت عارف عشان ترجع بتبقى زي مش زي ما انت عندك مثلا 20 سنه 21 سنه وكده فكنه نرجع ويرجع بالمستوى ده ويهدف دلوقتي في اكتر من مباراه فالحقيقه يعني دي حاجه تتحسب له وتحس انه قائد في الملعب كمان ودي حاجه كويسه مصطفى شوبير اكرم كان كويس يعني الحقيقه اكتر وسام يعني سلسله العروض المتميزه بتاعته راس حربة كان النادي الاهلي محتاجه هداف يعني الحقيقه اكتر من لعيب يطمنا ان شاء الله على القادم لان القادم بقى هو ده الاهم اللي لازم نتكلم فيه اللي هي طبعا مباراه بيراميدز صحيح 3 بونت زي اي فرقه بتلعبها بس انت دلوقتي بتلاعب المنافس او الاقرب حد ليك يعني اقرب حد ليك يعني وبعدين عايز اقول للعيبه ان انت في المباراه دي انت خلي بالك انت زي ما كنا بنتكلم من شويه التعب والاجهاد والمواصله التدريبات والسفر والمجي والمرواح نتيجه الموسم شاق وطويل جدا جدا انت كله ده توجه في المباراه اللي جايه والكوره في ملعبك انت معاك مدرب كويس بس المدرب مش هينزل يلعب بدل اللعيبه، اللعيبه لما بتعوز ولعيبه النادي الاهلي بالتحديد شايله دايما المسؤوليه على كتافها. الماتش ده ماتش البطوله ان شاء الله. ان شاء الله ماتش البطوله. لا بس انا بشوف يا كابتن معلش خلينا نتناقش في هذا الامر. النادي الاهلي هو افضل فريق في افريقيا وفي مصر وفي كل طبيعي هذا الكلام ولكن هذه المباراه مهما كانت نتيجتها سواء كسبنا او لا قدر الله حصل حاجه ثانيه لن تكون هي النهايه. لأنه هي مش النهاية. في مباريات أخرى ولا قدر الله لو حصل أي حاجة بعد كده برضو أنت عندك يعني عندك دوري كتير ودوريات كتيرة جاية وكل حاجة عشان كده أنا بتكلم يا إسلام إن المباراة دي بالنسبة لجماهير الأهلي طبعا هي مهمة جدا طبعًا. جدا لأن طبعا إحنا يعني بيراميدز يعتبر أنا بشوف إن بيراميدز فنيا وجهة نظري معرفش حضرتك برضو طبعًا. وجهة نظري فنيا إنه نادي بيراميدز واحد من أفضل ثلاث أو أربع فرق في مصر حقيقي وده طبعا محل الدوري المصري اللي فيه منافس بقى يعني جديد طلع في الأفق يعني هو طبعا اتأخر وبقى له دلوقتي حوالي كام ست سنين مثلا موجود في الدوري المصري كان طبعا كل سنه بيمر على الدوري كده مر الكرام يعني الا مثلا يلحق المربع الذهبي عشان يخش الكونفدراليه ولا حاجه انما السنه دي بينافس فانت برضو مهم بينافس وفريق جيد وعنده عناصر كتيره جدا جدا ومصارف مبالغ كبيره وكده في المقابل لا ده النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي اللي هي احنا بنعتبر ان المركز الثاني ده زي العاشر او ال11 بالنسبه لنا احنا باصين لبطوله الدوري وباصين لاسباب كتيره كمان يا اسلام احنا باصين لبطوله الدوري لان احنا تعبانين فيها من البدايه طبعا لان احنا نختلف عن برضو الانديه الثانيه ان احنا اكتر نادي بيلعب مباريات واكتر نادي فعلا مجهد واكتر نادي بيسافر وبيروح وبيجي غير برضو الانديه الثانيه صحيح اللي ممكن تكون في افريقيا وخرجت من بدري اللي ممكن تكون كذا كذا انت الوحيد اللي مكمل
وبعدين زي ما الناس اللي كانت بتقول النادي الاهلي بتاجله بتاع ده، التاجيلات دي هي مشكله للنادي الاهلي، مش حاجه، مش ميزه للنادي الاهلي. كلنا شايفين هي مشكله كبيره، لان انت زي ما بقول لك المشكله ان انت بتلاعب فرق في نهايه الدوري بتتعلق ببونت عشان ما تنزلش عشان كذا كذا، فبتبقى اقوى. هم طبعا في كل الاوقات بيلعبوا قدام النادي الاهلي غير ما بيلعبوا في اي وقت تاني. صحيح. يعني بنقول حتى الفرقه دي ازاي دي، يعني ازاي دي مهدده بالهبوط او هتنزل؟ امال كانت فين من اول البطوله؟ يعني ما لعبتش كده زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي باصرار ومكسب. طبعا بيسوقوا لنفسهم وعارفين ان اهم مباريات في الدوري هي اللي طرفها النادي الاهلي لاسباب كتيره. فدي من هنا بتيجي صعوبه المباريات النادي الاهلي، وانت بتلعب على بطوله بتخيل انت بتلعب كم من الماتشات متاجل مع اللي باقي عندك من الدور الثاني وانت تحت ضغط. يعني الكاس طول عمرنا نعرف ان دور 32 16 8 خلاص خلص، انما انت بتلعب كاس 16 ماتش، واخد بالك؟ فدي طبعا متعبه ومزعجه جدا جدا، وبتعمل ضغط كبير جدا على النادي الاهلي. فلازم المباراه دي يبقى لها طبعا اكيد كل مباراه لها استعدادها القوي، بس انت برضو المباراه دي زي ما احنا بنقول دي بستة بونت، ان انت بتلعب اقرب واحد ليك، المنافس اللي قريب ليك. فانت ان شاء الله يعني النادي الاهلي هيبقى يعني على قد المسؤوليه، لعبته على قد المسؤوليه، حاسه بوضع طبعا الجدول ووضع الدوري ووضع البطوله، وخلاص هم الحمد لله بيقربوا، يعني الحمد لله بيقربوا، كل مكسب بيجيب مكسب. فان شاء الله نكمل على هذا الاساس وتكون يعني مباراه طبعا في المقام الاول تليق يعني بالنادي الاهلي ونادي بيراميدز، زي ما احنا بنقول ان هو نادي دلوقتي بقى من الانديه المصنفه في مصر على الاقل، يعني مصنفه في مصر وابتدى ينافس وكده. تبقى مباراه اكيد المباراه دي ناس كتيره جدا مستنيينها لاسباب كتير، فان شاء الله تكون طبعا روح رياضيه طبعا موجوده فيها، دي اهم حاجه بين الفرقتين. وان شاء الله النادي الاهلي يأدي بقى كويس، وان شاء الله برضو زي الثلاثة بونت اللي خدهم النهارده ولا خدهم من يومين وبتاع، ان شاء الله الثلاثة بونت اللي جايين. يعني مسيرة جيدة للنادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت، ولكن هذه المسيرة تتوقف على المباريات القادمة طبعا. وبالتالي قررت إدارة النادي الاهلي ان يكون هناك طاقم تحكيم اجنبي في مباراتي بيراميدز ومباراة الزمالك اللي انسحب فيها نادي الزمالك، وايضا مباراة المصري. اعتقد ان ده قرار يجب ان يتم فيه تحيه اداره النادي الاهلي على هذا الامر. اصل انت ما تجيش في كمان في موسم كله لخبطه في التحكيم ومشاكل كبيره جدا جدا، واخرها النهارده والاتجاهات اللي احنا مش عارفينها اللي ممكن تكون موجوده، وتيجي بحكم مصري ولازم حكم اجنبي عشان على الاقل تضمن الحياديه. احنا مش عايزين حد يجاملنا، احنا عايزين الحياديه اللي انت شايفه احسبه، والاحسن والاقوى واللي لعب احسن يكسب. احنا ما قلناش طول عمر النادي الاهلي كده، ما بيعترضش على واول من يهنئ الكاسب هو النادي الاهلي. يعني لو بيراميدز كسب ما عنديش مشكله ان انا خالص، على مفيش فكرة مفيش اي مشكله طالما كسب فنيا وهو طبعًا افضل يستحق خلاص، انما ما تكسبش بطرق تانية، ما تكسبش البطوله بطرق تانية. النادي الاهلي برضه مش هيسمح يعني، واكيد مش النادي الاهلي بس اللي مش هيسمح، انديه كتيره جدا جدا، لان العدل المفروض يكون مع الفرق كلها. لماذا لا توجد عداله يا كابتن؟ ما هي دي نقطه برضو دي، هو انا مش فاهم يعني. انا كره قدامي ما احسبهاش ليه؟ هي دي القصه بالنسبه طبعا لي. هو ده اللي بيخليك تتكلم طبعا، ودي اللي بيخليك تتكلم. لا يعني هل ممكن يكون الحكم ما شافش والفار ما شافش؟ ممكن تحصل يعني؟ لا يمكن. لا انا نفسي حد يقول لي ممكن. وبعدين اصل يعني والله شوف انا عايز اوصل لدرجه ايه؟ هنرجع نقول تاني برضو الكرة دي بالتحديد بالتحديد الرؤية واضحة جدا للفار. هي دي بس للفار، ده انا بقول على اخر حاجة للفار وللحكم. مفيش، احيانا بيبقى ال 18 مليان لعيبة وكور سريعة بتيجي مثلا بالعرض ولا حاجة، وبتبقى الرؤية محجوبة عن الحكم او حتى الفار، مفيش زاوية يقدر يجيب منها الكرة. فهي دي اللي ممكن نقدر نتكلم فيها، انما لما تكون حاجة واضحة جدا جدا للحكم والفار وما يحصلش اي حاجه، لا هنا بتقف بتقول ليه؟ السؤال بقى ليه؟ ليه؟ السؤال الثاني اتظلمنا ولكن ليه؟ ليه؟ يعني ايه السبب؟ انت حتى كاسمك كحكم
انا الاهلي مش هينفعني ولا بيراميدز هينفعني ولا كذا ولا كذا ولا كذا. صحيح. انا الدنيا كلها بتشوفني انا بقى كحكم اللي يطلع يقولوا مثلا الحكم ده حكم محترم، الحكم ده حكم كويس، الحكم ده كذا. لا، كل حكام مصر حكام محترمه أكيد. ومهمه و... أكيد. وناس على افضل حاجه في الدنيا، ولكن انا دائما يعني انا نفسي اجيب بعض الحكام بالاسماء يعني واقعدهم قدامي واقعدهم اخليهم يقولوا الحقيقه كامله. اه طبعا، ما حدش نفسي امنيه من امنيات حياتي على ده فكرة. حلم حلم بعيد انه تطلع يتكلم. ليه يا كابتن لما بتشوف كوره ما بتحسبهاش؟ اصل هو الاجابه بسيطه، ممكن يقول لي ما انا هشوفها مش هحسبها ليه؟ ما هي دي الاجابه. انت بس في حاله واحده، دايما البني ادم ما بيكبر ولا يجي يقرب بقى من انه يموت ولا مات ولا حاجه، بس سايب ايه؟ قصه حياته وكاتب مذكرات وكاتب. لو لقيناها بقى لو لقيناها ندور بقى الاجيال اللي بعدنا بقى تبقى تشوف. انا يعني. انا بدعو الحكام اللي كاتبين مذكراتهم يدوها لي عشان واوعدهم ان انا مش هعمل حاجه غير لما يعني بس يعني بقى اقدر اقول اقدر اقول كده. لكن بهذه الطريقه وبهذا الشكل اللي امامنا صعب. انا عندي مشكله كبيره جدا 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 وبتعصب جمهور كبير ونادي شعبي زي نادي الاتحاد والجمهور السكندري اللي كلنا طبعا بنحبه طبعا. يعني في حاجه زي دي صح الاتحاد في مكان كويس لا كده ولا كده، بس انا عايز حقي في ماتش. انا مملكش ان انا اتكلم على نادي الاتحاد، ولكن انا بتكلم هنا عن منظومة التحكيم. صحيح. يعني أنا طبعا نادي الاتحاد على دماغي وله رئيسه وله أعضاء مجلس إدارته وكل حاجة هم اللي يتكلموا عنه، ولكن أنا هنا بتكلم عن من حرقتي كواحد يعني عشت شوية في هذا المجال. أقول لك على حاجة. عايش في هذا المجال طول عمري، فبقول يا جماعة هو ليه الحكم كرة زي دي ما بيحسبهاش ضربة جزاء؟ بس. أقول لك على حاجة. اتفضل. أنا ساعات براقب دوري ممتاز. أنا ما أنا عارف امبارح ولا أول امبارح. ببقى قاعد في الملعب. يعني فيش أقرب من كده يعني. في كور بتبقى باينه جدا باينه جدا، حاجه باينه جدا جدا، ولا الحكم تغاضى عنها، ولا طبعا حد من الاجهزه بقى اللي هو صاحب الحق في دي يا كابتن مش عارف كذا كذا، مش قادر انطق. هتقوله ايه؟ مش قادر انطق. اجي مثلا الحكم الرابع اقول له هي دي ما تحسبش. طب يعني ازاي؟ او لما ندخل الاوضه اقول له كان في حاجه كده بتهيألي كذا، اقول لك لا لا يا كابتن لا لا تهيألك مثلا ما فيش، تهيألي انا قاعد جنبك، ده انا قاعد في الملعب والكره جنبي وشايفها. طبعا لا يمكن احكم على اوفسايد ولا اي حد فينا يقدر يحكم طبعًا على اوفسايد. لا لا الاوفسايدات لا، انما احنا بنتكلم على كور مثلا كوع في الوش. ما هو القانون كوع في الوش دي قاصد احمر على يعني ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار. انما بقى تخيل لما يتحسبش خالص، مش مثلا انذار، ده ما فيش خالص. فبتضطر بقى تقعد تهدي طبعا الاجهزه الفنيه، لان طبعا الاجهزه الفنيه برضو تعب الله كبير ونفسه محتاج بونت عشان يظهر، وليه ما اخشش مربع ذهبي، وليه ما وليه انزل درجه اللي بعدها، طب ما انا الجون ده ممكن يوديني في حته تانية يعمل. فمواضيع صعبه صعبه. لا هي مواضيع صعبه، نتمنى ان يكون بس لازم تتظبط الفتره الجايه. بنرجع ونقول ما حدش هيستحمل يا جماعه، الموضوع حساس جدا جدا. ما انا بطلع اقول يعني انا بصراحه انا زهقت من نفسي الحقيقه. انا زهقت لانه اللقطه موضوع متكرر. اللقطة اللي احنا جبناها دي في منها يعني لقطات كتير. فباجي اقعد اعيد لما اجي اتفرج على الفيديوهات مثلا، ما هي نفس الكلام اللي بطلع اقوله. نفس الكلام بالظبط. هو اللي بقى من اسبوع، هو اللي بقوله دلوقتي. بس انت هو لازم. اللي بقوله من سنتين، هو اللي بقوله من ثلاث سنين. بس لازم، لان في ناس بتبقى قاعدة احنا بنبقى هو مش انا لوحدي الحقيقة، هو في ناس كتير احنا بنبقى قاعدين يا اسلام قدام الشاشات بقول يا رب اسلام يتكلم في دي، ما انا عايز متنفس. طب ما انا اتكلمت. يعني انا بقى مرة فاهم ازاي؟ فانت ما تقولش لا مش هكرر واتكلم، لا ما انت كل يوم بتلاقي لك حالات كتيره. فانت لازم تتكلم عشان الناس تبقى عايزه تسمع وجهه نظر او وجهه نظر القناه في حاجه زي كده. وبعدين يا كابتن لا يعني ما بلاقيش حل في الاخر، بقعد اتكلم اتكلم اتكلم. والله العظيم ثلاثه انا كل الحكام صحابي وحضرتك تعلم وعارف ويعني كلهم بحترمهم جدا جدا، ولما بشوفهم والله بحاول ان انا ما اتكلمش معاهم في الكوره. يعني لو شفت مثلا فلان ولا علان هتتكلم هيتزعلوا هيزعل. ازيك كابتن اخبارك ايه وحشني، فاكر ايام زمان لما كنت بتعمل الكلام اللطيف ده. لكن بجد يا كابتن انا بشوف حاجات زي اللي بشوفها دي والله بتضايق. طبعا والله بتضايق. ليه ما يبقاش ماتش بيراميدز القادم الاهلي وبيراميدز يعني كان يبقى طقم مصري مثلا. وقاعدين بقى بنتفرج على التكتيك بتاع المدير الفني لنادي بيراميدز رائع. عايزين نشوف هيعمل ايه مع النادي الاهلي. وبعدين انت مش حاسس شوف كولر وهو بيعمل مع النادي الاهلي. انت مش حاسس بمشكله ممكن تيجي؟ في مشاكل كتيره ممكن تحصل. انت دلوقتي كنت بتجيب اهلي وزمالك حكام اجانب. دلوقتي اهلي وبيراميدز حكام اجانب، يطلع لك منافس رابع عايز حكام اجانب، هتصفصف بقى على ان كله هيبقى كل الدوري حكام اجانب؟
ما انا بقول لك اهو، عشان كده ما تضطروناش يا جماعه لحاجه زي دي اللي احنا بنعملها عشان نوصل للحد يبقى عادل. يعني عشان كده انا شكرت، ما عندوش اخطاء او عنده نسبه قليله قوي من الاخطاء، واحنا عندنا حكام مصريين تستطيع بالمناسبه يعني. وبره كده احنا في اتحاد كوره فرع القاهره كرمنا الناس اللي كانت في الامم الافريقيه، كرمناهم وعملناهم واستحقوا، لانه عاملين مباريات صعبه جدا جدا واداروها على اعلى مستوى. طيب بتنزل من الطياره وتنزل اي استاد من بتوعنا القاهره ولا برج العرب ولا بترو سبورت ولا السلام ولا البطوله كانت بتلعب في كوت ديفوار، نرجع كوت ديفوار تاني. مش فاهم، نجيب لك حد من الجماعه السمر هنا. اتمنى يا رب كل التوفيق. اخيرا يا كابتن، لو يعني لو حبيت ان انت تقول اي حاجه عن المباراه القادمه اللي اتمنى ان احنا نراها فنيا تليق بال اخلاقيا وفنيا واخلاقيا طبعا. انا متاكد ان اخلاقيا لانه تلاقي الدنيا هاديه اللي اعتقد. بس تعرف برضه اولاد الحلال بيبتدوا ايه بقى، الشحن بقى هيبتدي خلال الـ3-4 ايام من دلوقتي، هتلاقي ناس بقى يعني مش عايز اقول لك عاملين ايه يعني. فانا بتمنى ان اللعيبه تركز في الملعب وتادي كويس، وده نتاج. انا بقول برضه مباراه صحيح مش هي النهايه بالنسبه للاهلي او بيراميدز، لسه ماتشات. انت صحيح. ممكن لا قدر الله تخسر مثلا، بيراميدز يخسر والاهلي يتعادل في ماتش تاني مش عارف يعني، لسه بدري. بس هي ليها عامل كبير، ما نقدرش نقول انها خطوه، وخطوه واسعه شويه، نقول برجل واسع شويه نحو طبعا بطوله الدوري. وزي ما بقولت وبكرر بالنسبه للعيبه، ان انتوا على قد التعب بتاعكم الفتره اللي فاتت والموسم الشاق الكبير ده كله، على قد ما تركزوا في المباراه دي. وزي ما بقول، اللي بيحط حاجه في دماغه وبيصر عليها وبيعمل بالاسباب وبيأدي وبيبذل كل مجهوده في حاجه زي كده، لا محدش هيقف قدام النادي الاهلي يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا وربنا يكرم كل الحكام اللي يعني طبعا طاقم التحكيم للمباراه القادمه وطاقم تحكيم اجنبي طبعا. فبالتالي لكن زي ما قلنا وزي ما دايما بنتكلم، احنا بنتكلم عن منظومه التحكيم، والفار اجنبي طبعا كله طبعا. لا طاقم تحكيم اجنبي كامل. ان شاء الله برضو اصل لو الفار مش اجنبي ما عملناش حاجه. يعني خلينا دايما نتكلم ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكل حكامنا. ممكن نكون قاسيين شويه في كلامنا وكل حاجه، بس والله يا جماعه يعني كره زي دي هنقول فيها ايه؟ حضراتكم يعني كحكام عايزيننا نقول فيها ايه؟ ما اعرفش، لكن نتمنى لكم كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هطلع فاصل، وبعد الفاصل محمود شوقي، الاساتذه الاستاذ محمود شوقي والاستاذ محمد ابو علي في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. الاستاذ محمد ابو علي، ازيك ابو علي؟ ازيك يا كابتن، مبارك يا حبيبي، كله تمام؟ الدنيا ومبروك الفوز النهارده. ربنا يخليك يا حبيبي. ايضا الاستاذ محمود شوقي، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك يا كابتن، مبارك يا حبيبي، كله كويس؟ كل المشاهدين الكرام. اعرف تعليقكم على اللي حصل النهارده في المباراتين، سواء في مباراه الاتحاد وبيراميدز وهذه اللقطه الشهيره اللي يعني في كل مكان عرضها لنا سمره لو سمحت، وايضا مباراه الاهلي والجيش وفوز النادي الاهلي وتباين اداء النادي الاهلي ما بين الشوطين سواء في الشوط الاول والشوط الثاني. طبعا في ده كابتن يعني بنعزي نفسنا وبنعزي طبعاً كل جماهير الكره المصريه في وفاه اللاعب الخلوق احمد رفعت، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويلحقنا به في الجنه باذن الله. مباراة كابتن صعبة وصعوبتها كانت في ان انت لسه مقابل طلائع الجيش من فترة قليلة، صحيح مش عايز يخسر تاني، بتنافس بتنافس على كل المباريات او بتخوض كل المباريات ان هي بطولة. مارسيل كولر مدي اللعيبة 48 ساعة راحة بعد مباراة الفريق الأخيرة، لأنه عارف ان بعد كده رايح على مباراة قوية جدا بداية من بيراميدز يوم الجمعة. مريح لعيبه عشان خاطر برضه الروتيشن، عنده بيراميدز وبعد كده فيوتشر وزد وسيراميكا وعنده مجموعه ماتشات صعبه جدا، ف ريح عدد من اللعيبه الاساسيه. فريق طلع الجيش بدا المباراه كويس جدا، كان ضاغط على لعيبه النادي الاهلي في كل مكان في الملعب،
ده يمكن عمل شويه ربكه كده مع التغييرات اللي كانت موجوده، لكن قدر مارسيل كولر النهارده بالتغييرات اللي عملها السريعه بقى، يعني هو الراجل دايما بيستنى للدقيقه 70 او الدقيقه 60، لكن بين الشوطين فوجئنا الراجل بيعمل ثلاث تغييرات، وكان في يعني محاضره قويه جدا بين الشوطين، بيفكر اللعيبه باهميه المباراه والمنافسه على بطوله الدوري وان لازم نكسب كل الماتشات بتاعتنا، والتغييرات اتت بثمارها زي ما بيقولوا، وقدر الفريق ان هو يسجل هدفين في بدايه الشوط الثاني يريحوا الفريق في بقيه المباراه يعني. لكن المباراه فيها مكاسب كتيره جدا، اهمها تالق مصطفى شوبير، اهمها مواصله تالق وتسجيل وسام ابو علي، تالق عمرو السوليه واستمراره في تسجيل الاهداف في اخر ثلاث مباريات، يمكن بيسجل ثلاث اهداف. عمر كمال عبد الواحد بيثبت انه صفقه رابحه بكل المقاييس، كل مباراه ينزل يا بيسجل هدف يا بيصنع هدف، بنشوف بيصنع هدف لامام عاشور المباراه اللي فاتت، النهارده بيصنع هدف ليه وسام ابو علي، يعني مباراه كلها مكاسب الحمد لله، ما فيش اصابات، ما فيش انذارات، ما فيش غيابات عن مباراه بيراميدز المهمه. ولو هقف في المباراه دي او يعني هاخد منها حاجه، هاخد كلام مارسيل كولر في المؤتمر لما قال احنا عايزين نكسب الدوري، واللي عايز يكسب الدوري يكسب كل الفرق بما فيهم بيراميدز، احنا عارفين مباراه كبيره بس لاننا عايزين ناخد البطوله لازم نكسب كل الفرق اللي نواجهها. محمود قبل ما اسالك عن الجيش عايز اسالك عن لقطه يعني الى متى سيظل التحكيم بهذا الشكل وبهذا الاداء الغير عادل، وبهذا الاداء الغير عادل للاهلي ولبيراميدز وللزمالك وللداخليه بس يمكن هو بيراميدز اكثر المستفيدين، ولكن زي ما بقول دائما الى متى سيظل التحكيم بهذا الشكل؟ وعلى الجانب الاخر زي ما قلت لك احنا كل مره بنسال هو ليه النادي الاهلي ما بيجيب حكام اجانب، وناس كتيره بتسالنا ما هي بيجيب حكام اجانب لما نراه، لما نراه من اخطاء واضحه بتحدث في كل المباريات. النادي الاهلي لو يقدر يجيب لكل الحكام او لكل المباريات حكام اجانب هيعمل، بس طبعا هو لا ما ينفعش يعمل كده. فلقطه زي دي وحكم المباراه واقف قدامها ولم تحتسب، هل اولا هل حضرتك شايفها ان هي ركله جزاء ولا لا؟ مليون في الميه مع ابو علي ولا لا؟ الاول ضرب الجزاء الصريحه، والغريب ان في وجود فار ووجود حكم جنبها على طول وشايف الكره قدام عينيه، والملعب حتى مش باضاءه يعني بالنهار، ويعني كل حاجه تتيح للحكم ان هو يحسبها. اذا هي من وجهه نظر حضرتك اعتقد ان لعيبه بيراميدز نفسها كانت مقتنعه ان هي ضربه جزاء. وقفوا يعني انا قلت يعني طبعا انا بهزر، لكن انا قلت انه يعني لو اتعرضت على اي مسؤول في بيراميدز هيقول لك دي ركله جزاء. الى متى سيظل هذا الوضع قائما؟ وانا هنا ما بتكلمش على بيراميدز، لكن انا بتكلم عن منظومه التحكيم، لانه انا بتضر والاتحاد بيتضر والاسماعيلي بيتضر وكل الفرق بتتضر. حضرتك قلت ان هو غير عادل، التحكيم غير عادل، هو غير عادل وغير مقنع وغير مجدي وحاجات كتير جدا، لفظ غير هيجي كتير مع التحكيم، وانت عارف رايي في هذا الملف. وعلى فكره من سنين طويله انا كنت بشيد بعض المواهب في التحكيم المصري، لكن المواهب بتقل رواد الرواد كمان، لكن الملاعب النهارده بتبكي واحد زي احمد رفعت صحيح راح على عالمنا، ودي رساله. اذا ما كانوش هيتعلم من الرسائل الالهيه يبقى اقول على الدنيا السلام. الانسان في النهايه هيرحل ويبقى اثره وبصمته وتاريخه صح ومسيرته، فدي رساله لكل حكم، كل واحد فينا. لكن طالما اتكلمنا على التحكيم، الصفاره اللي حضرتك ماسكها دي هي بالاساس حكم قضائي، انت بتمثل العداله داخل مستطيل اخضر، مطالب ان انت تحقق العداله بقدر المستطاع، ولو ما قدرتش تحقق العداله الكامله راعي ضميرك وفقط. حتى انا ما شفتش بعض الاخطاء مفيش مشكله، لكن لما تحقق العداله بضميرك المهني وتنحاز لمهنتك بس وللصافره اللي انت ماسكها، حتى لو غلطت الناس هتسقف لك. صحيح. شوفوا درجه ايه. ايوه بس فكره ان الناس تثق فيك ان انت عندك ضمير واخطائك غير متعمده. ايوه ده قمه النجاح. انا اثق شخصيا ان كل الاخطاء غير متعمده. ولكن انا دلوقتي ما كابتن بس الموضوع بقى مريب. بالظبط، خليني بس يعني اكمل لك. انا عارف قصدي حاجه تقول ايه، بس لما يبقى الاخطاء كلها في صالح نادي ودايما النادي ده بيستفيد من الاخطاء
والانديه الثانيه لا تستفيد من الاخطاء دي. مره ثانيه يا جماعه انا لا اتكلم عن نادي، النادي ماليش علاقه. أنا لا واحنا من حقنا هنا كابتن نتكلم على بيراميدز المنافس. طبعا انا المنافس بتاعي دلوقتي بيستفيد. انا فعلا والله انا ما بتكلم عن والله انا ما عايز اتكلم. لا انا قصدي ولو اتكلمنا على بيراميدز لا طبعا هو المنافس بتاعنا. المنافس بتاعنا المباشر دلوقتي على بطوله الدوري. صحيح. انا كنادي اهلي يعني لو رجعنا دلوقتي بماتش الاهلي ولو معانا الهايلايتس بتاعته، الكورنر اللي قبل الكورنر اللي جه منه الجون بتاع عمرو السوليه وهي بتترفع في الاول، الكره جايه في ايد جودوين شيكا اللاعب بتاع مهاجم فريق طلائع الجيش، وعمرو الشناوي الحكم الفار اللي دايما على طول الخط ضد النادي الاهلي، ونفتكر هدف ايمن اشرف في ماتش البنك ومواقف كتيره مشابهه ليه قدام عينيه وهو حكم فار ولا اكنه شاف حاجه ولا وقف اللعب ولا قال دي ضربه جزاء. يعني لو سمير مثلا في الاخراج لو ياخد وقته حتى لو يقدر يجيبها لنا قبل الجون بالظبط، كورنر اترفع اتخبطت في ايد جودوين شفنا سمير لو وطلعت سمعت. كورنر بعد كده لعبنا الكورنر ده جه منه الجون في بدايه الشوط الثاني قبل الهدف الاول بتاع عمرو السوليه بالظبط، الكورنر اللي قبل الهدف عمرو السوليه يعني هي كورنر اترفع جت في ايد الراجل طلعت كورنر، بعديها اترفع الثاني لامام عاشور هدف شاطها عمرو السوليه كمل حط رجله فيها جول. يعني دقيقتين ثلاثه قبل الكورنر. بص بقى دي الناس كلها وقفت وقالت، في ناس كده ما خدتش بالها منها، بس الكوره ضربه جزاء صريح واللاعب ايده خارج جسمه ولاعب الكوره بايده جت في ايده وخرجت وحاجات كتير. هو عمرو الشناوي النهارده اللي في كوره في بدايه المباراه جودون شيكا ده وقع لوحده جوه منطقه الجزاء، وقف اللعب كان اود لطلاع الجيش وقف اللعب وكان عايز يحسبها ضربه جزاء وكان عايز الحكم يرجع للفار، وقف اللعب والراجل حط ايده على ودنه وقفنا الكوره ما فيهاش اي حاجه خالص. فلما تلاقي الاهلي بيحصل معاه كده وطلاع الجيش مثلا ماتش سموحه الهدف اللي جه اصلا او أيوة اللي بالظبط يعني عايزين مثلا مايلي اللي هو الهدف اللي كريم حافظ زائق مصطفى البدري سموح واستفاد من الكوره الماتش اللي هو وقف وتم استكماله الاول استاذ اسكندريه وجي منه الهدف الاول اللي بالتبعيه وتر لعيبه سموحه اللي فضلت تعترض وبعد كده حصل خطا اتسبب في طرد هاني سليمان اللي حصل بعديها ان الفريق استكمل المباراه وهو ناقص. فالهدف ده ترتب عليه حاجات كتيره جدا وهو في الاساس فاول سموح في وجود فار. احنا كابتن ممكن انا ومحمود دلوقتي بنتفرج على الماتش وحضرتك معانا فنشوف لقطه ما ناخدش بالنا منها عشان ايه الشاشه بعيده يعني الماتش اللي فات ما ناخدش، لكن ده في وجود فار وفي مساعد فار وعنده كل اللقطات بتقطع قدامه على في غرفه الفار. ايه الحكمه ان الحكم ما ياخدش باله؟ دي نقطه بالنسبه لي حاجه مريبه. يعني ضربه الجزاء النهارده دي 0-0 الاتحاد يجيب الجون الماتش يتغير. اقول لك اللي اكتر من كده اقول لكم اللي اكتر من كده، كنت قاعد فاتفرجنا واحنا قاعدين بنتفرج انا وايهاب الخطيب على الماتش. قلت له ايه؟ قلت له بقول لك ايه؟ الماتش ده 3-4. قال قلت له 3-4 حتى لو ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش واتحسبت ودخلت 3-4. لانه فريق جيد، فريق بيراميدز عنده سكواد كويس، ولكن انا لا اعلم لماذا لا يتم، معلش يا جماعه اعذروني النهارده انا هسال السؤال ده لغايه لما حد يرد عليا. لماذا لا يتم احتساب ركله الجزاء واضحه؟ ماتش سيراميكا كليوباترا هدف ما فيهوش اي حاجه اتلغى بداعي ان في زقه وما فيهوش اي حاجه. لا ما احنا ممكن نجيب مباراه فيوتشر النادي القمر الدولي ضربه جزاء يعني في الدقيقه 90 لا وجت زيها 100 مره تاني يوم. لا ايوه تاني يوم ماتش الاهلي حسين الشحات وايمن اشرف بالظبط بنك الاهلي اعتقد كان قبل يعني قبليها. فتلاقي يا كابتن حاجات ايه المقياس بتاعكم؟ يعني هم انتوا بتستندوا لاني اظلم الاهلي واظلم ال 17 فريق التاني ماتش كان ماتش زد ضربه جزاء اللي هي جت في ايد حد وما اتحسبتش. لا ضربه جزاء اللي كمان لصالح زيكو اللي ما اتحسبتش اللي في وش الرجل دي واضحه خالص يعني وضوح الشمس. لا حاجات كتيره جدا نقدر نجيبها ونقدر نتكلم فيها يومين، ولكن لا بس بامانه يا كابتن اسلام الحل لا لو بالسرد بقى لو انت بتعمل سرد حقيقي كل انديه الدوري اتظلمت من التحكيم. كل انديه الدوري الا بيراميدز. لسه كنت هقولها والله. اكتر نادي استفاد تحكيميا. على فكره لو رايكم طبعا بنتكلم فير طبعًا يعني طبعًا والله العظيم بنتكلم فير يعني. لا لا فير انا عارف. وممارسه للمهنه بشكل دقيق يعني نقد رياضي حقيقي. كل انديه الدوري لو لاحظت لهم كور اتظلموا فيها الا بيراميدز. نو ظلم نو بلنتي نو كل حاجه نو نو نو. لكن لصالحهم ما شاء الله الوقائع تتعدى 6 و7 وقائع حقيقيه. لا وبايه طيب. وبثلاث نقاط. طيب في المقابل المنافس الاوحد او الاول على الدوري هو النادي الاهلي. شوف النادي الاهلي اتجامل في كام ماتش؟ اتجامل؟ اتجامل؟ ولا ماتش؟ اتجامل؟ ولا ماتش؟ ولا ماتش؟ بيراميدز في المقابل 6 و7 ماتشات. اذا المنافسه هنا مش منافسه كوره بس، لا التحكيم له عامل مهم جدا ومؤثر بشكل واضح جدا. عشان كده انا بشكر الكابتن خطيب
وانا بشكر كابتن خطيب ليه من الاول من النهارده طول النهار الحقيقه، وعمال اقول لك كابتن خطيب لازم نشكره ولازم ليه؟ لانه اصر على الاربع ماتشات دول استخدام حكام اجانب، لانه الله ما هو اذا كان بيحصل كده في بقيه الماتشات، ما هو انا نفسي اجيب، هو يعني كابتن خطيب او اداره النادي الاهلي نفسها تجيب حكام اجانب كتير عشان الناس كلها. دي تكلفه ماليه كمان. بس طبعا تكلفه ماليه كبيره. دي تكلفه ماليه كمان، بس الاهلي في وقت صعب. اصرار الاهلي على حكام اجانب في بعض الماتشات رغم التكلفه الماليه الكبيره، ده يؤكد لك اللي احنا بنناقشه دلوقتي، ان الموضوع مش بالسهوله. محمود وبعدين ما هو انا بالنسبه لي كرجل في الوسط الرياضي انا زعلان، انا متضايق، شايف ان اللي بيحصل عندنا حكام بصراحه اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه خلينا نبقى ايه، نبقى لا واقفين وقفه كويسه. منتظر ايه يا كابتن اسلام من ناس بتعالج اخطاء التحكيم انه يقعدوا مع رئيس اللجنه علشان يشيلوه فيقعدوه ويشيلوا بقيه اللجنه؟ لدرجه ان هم شالوا المسؤول عن تعيينات الحكام في القسم الثاني. ليه؟ هو ذنبه ايه؟ ما حدش عارف، ما هو بيحاسبوه على اخطاء الدوري الممتاز بس هو بيعين قسم ثاني. وشالوا المسؤول عن تعيينات المساعدين في القسم الثاني. في القسم الاول بالمناسبه. وشالوا المسؤول على اللياقه البدنيه، وشالوا المسؤول على اللياقه مش عارف الفنيه، الا المسؤول الاول. وجابوا مين بقى؟ لا خلي بالك بقى، الا المسؤول الاول والثاني. بريرا كابتن فاروق وكابتن محمد فاروق اللي بيدور اللجنه حرفيا. كابتن فاروق بيدور اللجنه. بريرا في مصر اصلا؟ لا في اجازه لزياره زوجته بتعمل عمليه تقريبا. يجي بعد اسبوع. انا طلعت وقلت الغريب انه بريرا فعلا بره مصر. الناس اتفاجئت ان هو سافر، المعلومه اللي عندي يعني. اتفاجئوا ان هو مسافر. يعني ايه؟ مسافر. لا هو بلغ الناس في الاتحاد بس بعد ما تقول الاتحاد. لا بلغ جمال علام انا مسافر. انت عارف هي القصه كمان مش في ايه؟ في ان انا على رايك بجيب بمشي واحد في الدرجه الثانيه واحد في الدرجه الثالثه بتاع، وبجيب مكانهم مين بقى؟ اللي فشل قبل كده. بالظبط. الناس مستاء. يعني ايه؟ الناس ما ده اللي انا بقوله. الناس بتقابلك في الشارع اخرتها ايه مع التحكيم؟ هو ليه الاهلي على طول بالظله؟ هو ليه بيراميدز على طول بيتجامل؟ هو ليه في ماتش كذا ما اتحسبلناش كذا؟ هو دي مش حاجات يعني بتزعل الناس او بتضايق الناس. هو مهمه اتحاد الكوره ولجنه المسابقات ولجنه الحكام والكلام ده، مش ان هم يرسوا العداله ويتعاملوا مع الناس كلها بمنتهى الحياديه عشان الامور تمشي بشكل يليق بكره القدم المصريه. انا لما الاقي انا راجل مش اعتبر نفسي صحفي ولا راجل بعمل في مجال الاعلام، هتعامل ان انا راجل مواطن عادي بحب الكوره بنتمي للنادي الاهلي او اي نادي اخر، مشجع اهلاوي، والاقي النادي بتاعي على طول الوقت في مشاكل بتحصل له، اهداف بتتلغي له، ضربات جزاء بتتحسبش، اي حاجه عليه بتتحسب، واقول ايه اخطاء حكام. لكن الاقي الناحيه الثانيه مفيش اخطاء حكام الا في صالح النادي المنافس بتاعي، وكلها يعني فاضحه بما تحمله الكلمه من معاني، قدام حكم الفار وقدام حكم الساحه وقدام المساعدين وقدام الناس كلها اللي موجوده في الملعب. فانا يعني مش عارف مين المسؤول عن كده ومين المسؤول ان انا يبقى عندي رئيس. نوع الصفاره بيفرق في يعني او القماش بتاع اللاين مان. نوع الصفاره يعني هنقعد نقول كان زمان نتريق على اللي ما يصفرش صح ان هو معهوش فوكس. معهوش ايوه الصفاره الفوكس السوداء دي. فبيستبدلوها بصفاره التعبانه دي، فيبدو ان احنا الصفارات الدوري الممتاز فيها مشاكل. لا عندنا مشاكل كبيره جدا وكثيره جدا والله يا جماعه. والله احنا لا يعني احنا مش جايين على حكام والله، والله زي ما بقول لكم كده، احنا بنتكلم كلام فير، كلام واضح للكل ان احنا محمود عنده حق يعني. هو داخل بيوريني الورقه يقول لي بص، ابو علي من شويه بيقول لي بعت لي على حاجه على الواتساب على الحاجات دي. ليه يا كابتن احنا سقفنا لحضرتك؟ سقفت لا 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 بعد محمود كلنا سقفنا. هو مصر هو كابتن هو حماده القلاوي النهارده حد قال عليه كلمه؟ مش لغى جول للاهلي؟ حد قال عليه حاجه؟ الناس كلها طالعه بتشيد بيه وبتكلم عن حكم كويس جدا، اداره المباراه بهدوء، طاقم التحكيم انذار واحد يعني الدنيا. ابو علي قصده ان مفيش تجني لما يكون حكم كويس بنطلع وبنشيد ونقول حاجه. اقسم بالله لو كنا لا قدر الله حصل اي حاجه واتغلبنا لا قدر الله والحكم طلع كويس هنطلع نشيد بيه لانه ما عملش حاجه. في الناس امبارح مش شادت بحكم الفار في ماتش الزمالك والاسماعيلي وبامين عمر برغم من اتساب ضربتين جزاء للزمالك. صحيح ما حدش اختلف عليهم. اختلف عليهم. فاحنا بنتكلم في الحاجات الفجه، الحاجات اللي بتبقى يعني بتخلي الواحد يبقى بيسال تساؤل ازاي او ليه. يعني بص دي يا كابتن هتيجي ايه في هتيجي كورنر، ادي الكره دي بص اللاعب هيطلعها، هتتلعب بقى الكورنر اول ركنيه قبل الجول، بص ايد جودوين شيكا وهي بتتلعب. في ناس كتير ما خدتش بالها منها، بس المفروض حكم الفار ده قدامه شاشه زي اللي احنا بنتفرج عليها دي، المفروض يبقى واخد باله. هي دي جت في ايده وهو طلع. لا
الكورنر دلوقتي يا كابتن هيتلعب. انا قصدي بعد الكورنر يعني. حسين هنا عظمه وشه وجعته شويه. خد خبطه فيها ولا حاجه تانية. هو المفروض يلعب بماسك بس يعني الحمد لله الامور ماشيه. عبد المنعم هنا هيقطع على العارضه الاولى. بص جودوين هو اللي واقف اللعيب اهو. بص يا كابتن. بص في الاعاده بقى هو اللاعب نفسه حتى تحس انه اتخض بيبص على الحكم. لا ومش عايزها. بص في الاعاده لما تتعاد. وكانت 0-0 خلينا 0-0 والماتش ممكن يتأزم. بص هنا كابتن بقى بص ايد اللاعب. بص ايده جايه فين؟ خدت بالك من نطره ايده وهو بينزلها؟ رافع ايده عند راسه. ورافع ايده. فهو عدت عشان خاطر ايه؟ جت بعديها على طول الجول. طب انت عمرو شناه يعني انت راجل قاعد على الفار والمفروض يعني انت بتاخد ماتشات بقالك كتير جدا واغلبها للاهلي واغلب الاهلي بتظلم فيها. ما شفتش اللقطه زي دي؟ انا حتى لابس نظاره وبتاع وخدت بالي يعني المفروض انت قاعد قدامك وعنده شاشات. يعني ما اعرفش يا كابتن حاجه بقت محيره والناس يعني طب اللي جاي بس خلي بالك انا بالنسبه لي دلوقتي انا مش بتكلم على ماتش بيراميدز لان ماتش بيراميدز انا الحمد لله عندي اداره قدرت توفر طاقم تحكيم اجنبي للمباراه القادمه اللي هي 12 و22 ان شاء الله. طيب بقيه الماتشات يعني ما هو انا ماتش زي الاتحاد ده ما هو بيأثر عليا طبعا كنادي اهلي او كمشجع اهلاوي. انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي هنا، انا بتكلم على المشجعين. زي ما ابو علي قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه ما هو انا كمشجع اهلاوي وانا قاعد بتفرج بشوف ان اللي بيحصل ده ضدي. طيب. وبيوجه لاتجاهات معينه عمري ما هصدقها وعمري ما هقولها انا شخصيا يعني، ولكن انا بتكلم في انتوا بتودونا لفين يا جماعه؟ عايزين تعملوا ايه الفتره اللي جايه؟ لانها الاهلي فاضل له 11 ماتش او 12 حاجه كده. 11 هنقول لحضراتكم دلوقتي. طيب 11 12 ماتش وفي فرق فاضل لها 3 4 ماتشات. طيب الفرق اللي فاضل لها 3 4 ماتشات يعني زي فاركو زي مثلا الاسماعيلي زي الجونه زي في 30 و29 الحاجات اللي 30ات 29 30 31 32. طب الفرقه دي عندها ماتشات ضد بعض، هل من الممكن ان يبقى في ظلم لحد فيهم وتبوظ عليه السنه كلها؟ ما هو حرام برضو. هي مرحله صعبه واختبار حقيقي للحكام ولجنته. اذا ما كانوش فعلا هيستيقظوا من الغفله اللي هم فيها دي اعتقد هيحصل كوارث فنيه تحكيميه. الاهلي فاضل له 11 ماتش خلال اللي جاي. 11 هيحصل كوارث فنيه في الملعب وربما ماتشات ما تخلص المنظر ده. في ماتشات هتبقى فعلا الكهرباء بشكل يبوظ ماتشات. بالظبط بيراميدز 7 ماتشات والاهلي 11 ماتش اللي فاضلين هنا وهنا يعني. طب مش عارف هيعدوا ازاي بس الكابتن محمد فاروق كان قال تصريح مهم يا كابتن اسلام انه على سبيل التريقه يعني بيقول لك ما هو الحكام مستواهم زي مستوى الدوري. بيقول لك يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني كلكم زي بعض يعني. هي العداله بتبقى في الوحش وفي الحلو. لا في رد عليه واضح جدا انه لا حضرتك انت مش مقيم فني مظبوط. مستوى حكامك اقل من مستوى اصغر واقل لاعب في الدوري بمراحل. يعني على الاقل اي لاعب في الدوري عنده القدره على الباص. عنده قدره على الجري. لكن انت في بعض الحكام ما عندهمش القدره على ان هو يشوف كره زي في حكام عندك ما نجحتش في اللياقه البدنيه. صح. في حكام عندك ما عدتش اصل الاختبار ولعبتهم. خليهم يحكم. ولعبتهم. ومخافك الاعظم كابتن محمد فاروق نفسه وبعض حكام ما كانوش عارفين ان الحمام محمد الحنفي اتعين. ما كانوش عارفين انه نجح. امال مين؟ انا بقول لحضرتك اهو تعامل معسكر السويس ده. احكي لك الواقعه دي اللي كنت حكيتها لابو علي وقعد يضحك عليها لما شالوا الحنفي وفرحوا بيه. احكيها لك. واقعه لذيذه جدا يعني. معسكر السويس اتعمل معسكر وحاولوا يصلحوا الحنفي على بريره. حلو. في فراق رهيبه بينهم يعني فجابوا له معسكر السويس بعد محايله مع بريره. معلش ممكن اسال سؤال قبل بس انت ما بداتش صح؟ مين اللي جابوه؟ الحكام لجنه الحكام بعض اعضاء اللجنه. بعض اعضاء اللجنه. المقربين من مين؟ من بريره. من بريره. ومن الحنفي. وبعض الحكام توسطوا وبعض اتكلموا بريره وبعتوا له رسائل على الواتس. اوكي. فالراجل استجاب قالوا له هاتوا معسكر السويس. تمام. دخل معسكر السويس في تمرينه في تمرينات الحكام تدريبات الحكام الكرسي الكبير ده. التمرينه دي عباره عن جري وفني، يعني تجري مسافات معينه ثم توقف تاخد قرارات فنيه وتجري تاخد قرارات فنيه، ده التمرينه كده. حلو. مش اختبار. ماشي. والاختبار يعني جامد شويه. فالحكام عملوا الحنفي نزل معاهم التمرينه هو ما بيقدرش يكملها تمام وعمره ما كملها المره دي كملها الله اول ما كملها يا كابتن وتحول الملعب في معسكر السويس
الى احتفال وفرحه طاغيه. شالوا الحنفي بقى ولفوا. فالناس اللي بره مستغربين هو بيحتفلوا على ايه؟ ايوه. فجاه على فكره واقع حقيقي والله. انا فجاه شالوا الحنفي على 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 كتافهم واحتفلوا بيه ولفوا بيه. جاب بطوله. ده حبا في الكابتن حنفي يعني؟ اصحابه كانوا محترمين. هو جميل. هو جميل بغض النظر عن اي حاجه. انا بتكلم على شخصه، انا بتكلم على الواقع. على الواقع نفسه. فشالوه لفوا بيه وبيحتفلوا بيه. حنفي 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 وبعد ما نزل على اكتاف بدا يحضنوا يحضنوا فيه. مبروك يا حنفي، مبروك يا حنفي، ده انت عمرك ما كملت التمرين ده، الف مبروك يا حنفي. نجح خلاص بقى. مين اللي نجحه كده؟ زمايله. زمايله. مين اللي بارك له؟ زمايله. زمايله. قال الف مبروك يا حنفي. طلعوا على الخط بره اللجنه قاعدين كده كده كده. الحنفي عدى الاختبار ولا يا كابتن؟ فبدوا يقولوا عدى الاختبار. طبعا عدى الدور الماتش الجاي. فبريرا قال كده عدى الاختبار. حلو. ايه يعني خلاص يعني هنشوف الموضوع ده. يعني انت لو باركت لي دلوقتي انت وابو علي ان الاهلي خد الدوري يبقى خد الدوري خد الاهلي؟ بطريقه الحنف. ف بعدها على طول بايام تم تكليف الحنف بالمباراه الازمه اللي كانت ماتش المقاولين. اللي هو تعيين حكم لم ينجح في الاختبار لان لم يجرى له اختبار، هو كان تدريب واحتفلوا به في غفله من اتحاد الكوره. ورقنا بعض اعضاء اللجنه ما كانوش يعرفوا اللي حصل، ما كانوش موجودين في المعسكر. ففوجئوا. وفي ناس كانت موجوده في المعسكر وكانوا فاكرين ان كل ده هزار، وبريرا في الاخر مش هيعتمد اسم الحنفي. لكن بريرا فجر المفاجاه الكبرى واعتمد اسم الحنفي انه ناجح في الاختبار البدني. وتقول لي اخطا. ده حصل. هذه يعني قصه حقيقيه وليست هزار. بجد والله يا جماعه اللي بيقوله الاستاذ محمود. لا اي حد يطلع يكذبنا. يعني انا عارف ومتاكد مليون في الميه انها قصه حقيقيه. قيس على اللي حضراتكم سمعتوه ده حاجات كتيره جدا. هطلع فاصل اخير، بعد الفاصل هحاول اتكلم كوره. هحاول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ثلاثه نقاط اضيفت للنادي الاهلي، ولكن محمود تباين في اداء النادي الاهلي ما بين الشوطين، الشوط الاول والشوط الثاني. ابو علي اتكلم عن هذا الامر. تباين منطقي برضه، ما مش عاوزين نقصوا على اللعيبه وعلى الفرقه. الضغوط شديده وضغط المباريات، وده على فكره مش مبررات، لا واقع بنعيشه. لكن حتى لو التباين ده موجود، اللي عاجبني انه في رغبه ان انت تخلص ماتشات بدري. صحيح. حتى لو ده اتاخر في بعض الوقت، لكن الرغبه موجوده. والضغط موجود. حتى لما كنت بتفرج مع بعض الاصدقاء على الماتش قلت طالما في ضغط خلاص يعني تطمن، لانه ضغط الاهلي على اي فريق يربكه من بدايه المباراه. التباين ده امر طبيعي جدا، لكن تقدر بمنتهى السهوله ان انت تعالج السلبيه دي يا كابتن اسلام بان اللعيبه اللي بتشارك تنتهز الفرصه، تمسك فيها بايدها واسنانها. ان دي فرصه، وكل الراجل بصراحه قال في مؤتمر سابق انه كل اللعيبه هتشارك، والاهم ده حقيقي ان كل لاعب يشارك يثبت وجوده، وان التدريب امر اساسي بالنسبه له اللي هيتالق في التدريب. كل ده يؤكد لك ان الراجل ماشي بمبدا عداله الى حد كبير. اللعيبه اللي بتشارك في الشوط الثاني اتمنى بس لو الامور تبقى بدري شويه هتفرق معاك كتير جدا على المستوى الفني. بدري ايه ده؟ النهارده ادانا ثلاث تغييرات ما بين الشوطين. اول مره تحصل. لان الشكل ما كانش احسن حاجه، كان لازم يتدخل. صح. ما هو ده بقى فكره التباين بقى. اللعيبه اللي تنزل في الشوط الثاني هي دايما المطالبه بتغيير الدفه، بتغيير الشكل. ده اللي حصل. والبصمه تبقى وده مش معناه ان الاولانيين وحشين، ولكن لا طبعا وحشين او مش كويسين في هذه المباراه. بالظبط. او في الشوط الاولاني انت لازم تقيم برضو المرحله كامله. بالظبط. ما هو اللعيبه لا المرحله كامله عندك لعيبه ابطال وجهه نظري يعني. اللعيبه اللي ممكن تكون مستواها مش احسن حاجه في الشوط الاول هم عاملين ماتشات متتاليه بشكل مش طبيعي. برافو عليك. الفتره اللي فاتت مفيش فرقه في افريقيا او في المنطقه يمكن في العالم عندها الضغط الغريب اللي في الماتشات ده. اذا هتلاقي في بقى وحد برضه يطلع يقول لك ايه، طب ما الاهلي عنده سكواد كبير ما بيلعبش ليه؟ ما فيش فرقه كده برضه. اي فرقه في الدنيا في ناس عندها تردد نفس الكلمات، عندها فرقه اساسيه. صح. وعندها لعيبه. ورينا حد بيعمل اللي بيتعمله حتى بالزبط. في البوكسنج داي بتاع الماتشات بتاعه الدوري الانجليزي اللي هي كل يومين بالظبط في الاسبوع ده، هو لو اي مدرب بيبقى عايز يثبت تشكيله. بالظبط. عنده فرقه اساسيه وبيدعمها بعض العناصر. صحيح. عاوز اتوقف بس قبل ما ابو علي ياخذ فرصته في الكلام على مسام ابو علي. مسام ابو علي انا شايف بصراحه ان احنا امام فرود مختلف في مرحله مختلفه ما شاء الله عليه. والراجل المرحله انت محتاجها.
والراجل النهارده قال ان هو بدايته كان فيها برضه بعض الاصابات شويه فعطلته شويه، لكن دلوقتي بتتكلم على فيرود تقدر تبني عليه لسنوات. كمان يا كابتن اسلام احلى حاجه فيه انطلاقه عمر هنا محمود، بص قطع الكوره وكمل من 18 لل 18 عمر حلو كل حاجه، بس قطعه بالبتاع بالباص باللفه وسام، ده فيرود ده فيرود كوره وطلع اللعيب بره المدافع. بص يا كابتن اسلام اجمل ما في وسام ابو علي كل المواصفات والناس كلها شايفاها حاجه جميله، بس اجمل ما فيه ثقة زماله فيه. صح، مش كل فرود تلاقي اللي حواليه يدوله باصه مع قرابه مثلا ابو علي، صح، او باصه صعبه او ثرو في حته عايزه سبرنت ستارت مهم او في لحظه، صح، كل ده ثقه من زمايله فيه. الفرود اللي بيحصد ثقة زماله يا كابتن اسلام مهم، تاكد تاكد ان هو عنده قدرات مختلفه، صحيح، وده اللي بيحصل مع وسام ابو علي. صحيح، انا كابتن في الماتش بتاع الداخليه كان جاب هو الهدف الرابع، ماتش الجيش كان جاب الهدف الرابع من ضربه جزاء من كوره اللب بتاع طاهر وهو حطها جميله. انا اكيد سعيد بالنتيجه وسعيد بالمستوى وسعيد بالسكور وثلاثه، بس هدف وسام، انا حتى قلت الكلام ده عندي بعد المباراه، قلت ان فرحتي بهدف وسام وعوده وسام للتسجيل في المباراه دي هتفرق معاه جامد، لان الجول بيجيب جول، والمهاجم كمان لما بيسجل بعديها في الداخليه جاب جولين النهارده بيجيب جول. بص يا كابتن، اي حد لعب كوره ويشوف وسام وهو يعني هو كان على حدود منطقه الجزاء ناحيه عند القوس كده بالظبط، وعمر داخل راح قاطع عشان يفضي مساحه ليه يفضي مساحه للاعيب اللي هيجي من النص يخش مكانه، وفي نفس الوقت لو جات له هيعرف عامل حساب، جات له لا استلم ولا فكر يلف، ده موه وحط المدافع في كتفه في ظهره وودى نفسه مساحه، يعني عنده احساس بالمكان كمان، الكوره مش تطول عليه. حتى عمر رضوان لما فاجئه وتقدم حط رجله جامده في الكوره، ما حطش كوره ما قالش هشيلها مش عارف ايه، ممكن تقعد تفكر اتصرف ازاي، لا الاحساس بالمكان والفينش بتاعه والتحرك وان يحط السيرد باك بتاع فريق طلع الجيش بالشكل ده في ظهره ويفنش بالشكل ده، دليل ان هو مهاجم يعني ما شاء الله لعيب كبير وتحركاته جوه منطقه الجزاء وبتاع. النهارده بيساهم في 12 هدف 8 اهداف و4 اهداف اسيست، ف هو جاي لك في يناير مهاجم كبير وفارق معانا، جايب جون في دوري الابطال في مازيمبي، هدف مازيمبي ده يعني الافضل من فتره كبيره جدا ما شفتش هدف كتحرك واسيست لعلي معلول، وبيبان ان احنا عندنا مهاجم ارقامه كواليتي جدا يعني، صحيح، لكن ارقامه جيده والكواليتي هي. عايز يا كابتن اقف عند عمر كمال، ناس كتير كانت بتتكلم واحنا هنجيب عمر كمال ليه، وما انت عندك هاني وعندك وكبير في السن وعندك اكرم وعندك كريم فؤاد وعندك مش دلوقتي انت بتوظف اكرم في نص الملعب، عمر كمال لا واكرم عامل ايه في عامل الحاله ما شاء الله ربنا يحميه اكرم ده، يعني برافو عليك، يعني انت كمان وظفت اكرم، بس انت ممكن تكون موظف اكرم عشان ماتش ولا بتاع، لا ده انت موظف لا ده هو من ماتش مازيمبي في لبومباتشي لو تفتكر تالق في لعب المباراه، عامل لك نقله كبيره جدا في وسط الملعب وما شاء الله رجع لنا اكرم بتاع زمان الديفندر بقى ايام وعمر مديك الحلول الثاني، فعمر اداك حلول بينزل كل ماتش بياخد مان اوف ذا ماتش بينزل ما شاء الله يعني عليه، ربنا يحفظ اللعيبه كلها الفتره الجايه، بياخد مان اوف ذا يعمل اسيست يسجل هدف، بس هم مش كويسين برضو ان هم وحشين، بس هنحاول ان احنا اسمع كلامي عشان تستمر ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم دايما. عايز اشيب بالسوليه، واحد من اللعيبه اللي بتشم فيها دايما ريحه لعيبه النادي الاهلي الجميله، الجيل اللي هو الكبير المتزن اللي عنده شخصيه في الملعب، بينزل النهارده بيغير الماتش، مهامه الهجوميه ممتازه ومهامه الدفاعيه ممتازه، حتى التصرف هنا يا كابتن بص رد الفعل ما فكرش وحطها حلوه ببطن رجله في الشبكه بمنتهى القوه، لا هي جامده تطلع بره ولا هي يعني ضعيفه اللي عمر رضوان يحط ايده فيها ويطلعها. ثالث مباراه بيسجل فيها عمرو السوليه، ف بسم الله ما شاء الله لعيب كبير ربنا يوفقه، يعني بيأكد على اهميه اللعيبه الخبرات في الفرقه. فالنهارده المباراه كلها مكاسب، لكن عندي رساله مهمه قوي يا كابتن، الاهلي بيلعب دلوقتي ماتشاته بينافس على بطوله الدوري. انا فاكر في سنه من السنين ايام بقى ما كنت مشجع عادي قبل ما اتحول بقى الجمهور 96 97 و 95 96 ده التسعينات لما ابتدينا واحنا صغيرين نروح للاستاد، كنا ماشيين مع الزمالك في الدوري ماتش بماتش، فكان ده فرق 13 بونت، وبعد كده بنرجع والزمالك بيتعادل او بيتغلب واحنا بنكمل، فتلاقي الاستاد يعني مع احترامي للالومنيوم مثلا ماتش الالومنيوم فيه 50 60 الف في الملعب،
باللاعب المنصوره في 70 80 الف في الملعب، باللاعب مش عارف المقاولين مش مزعقه والترسانه مش مزعقه، تلاقي الاستاد بالسعه الكامله موجود. الاهلي دلوقتي بيلعب على بطوله الدوري وعنده منافسات مهمه جدا، والمنافس بتاعه بيكسب سلسله ماتشات طويله جدا بدون هزيمه، وماشيين في اصعب مرحله لحسم بطوله الدوري، وجمهوره مش موجود في المدرج، ودي بالنسبه لي لغز. يعني انا دلوقتي انا على يقين ان 99% من قوه النادي الاهلي في كل حاجه شعبيته وجماهيريته، فلما جمهوري دلوقتي في ماتشات مهمه زي دي وفي الامطار الاخيره بطوله الدوري وكل ماتش الاقي 2000 مشجع 3000 مشجع، لازم الجمهور دلوقتي ماتش بيراميدز انا متاكد ان الساعه بتاعه الجمهور الاهلي هتبقى موجوده، اتمنى بقى من بعدها كمان مهما كانت النتائج. بالمناسبه الاهلي ملوش غير جمهور، وسر عظمه الاهلي على مدار التاريخ برافو عليك يا ابو علي هي جمهوره وجماهيريته. فرساله مهمه جدا من هنا من بيتنا بقى، من البيت الكبير من قناه النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي، لازم من الفتره الجايه يبقى الحضور بكثافه، لان كل نقطه كابتن وكل مباراه تعتبر ببطوله. معلش انا عارف ان خلاص على اغلب الناس خلاص ثانويه عامه هتخلص، واغلب الناس خلاص امتحانات الدنيا هتبقى كويسه بالظبط، ونبقى موجودين ونقف في ظهر الفريق بتاعنا، لان زي ما بقول لحضرتك كل نقطه في كل ماتش مهمه جدا. في ماتشات كتيره جدا اللي حسبها الجمهور، وحضرتك تعلم ذلك جيدا في ماتشات كنت حضرتك موجود فيها في الملعب. الجمهور ماتش الزمالك 4-3 نهائي كاس مصر بالظبط، ده يعني مش محتاج كلام. وماتشات بقى كابتن عماد متعب، ماتش سي سبورت الهدف سجله عماد متعب في اللحظات الاخيره الجمهور ساعتها، ماتشات كتيره بقى الجمهور الاهلي هو اللي كان بيبقى صحيح. ماتش مازيمبي سجل فينا هدف صحيح، الدنيا كلها اتوترت. الهدف اتلغى، ده موضوع مهم. كمل اتفضل. جمهور الاهلي رجع اللعيبه في الماتش ده صحيح، موضوع مهم جدا 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 جدا، وانا متاكد وزي ما كلنا متاكدين ان الماتش الجاي الساعه الكامله 15 حضور اعتقد كامل ان شاء الله، ان شاء الله يبقى 15 ان شاء الله يبقى اكتر كمان، يبقى كله موجود. ومن بعد المباراه اللي جايه ان شاء الله كله، عايز اسمعكم برضو رايكم فنيا في مباراه البيراميدز القادمه، لانه هي مباراة صعبة بتلاقي بقى بعيدا عن الأخطاء والتحكيمية والكلام ده كله، لا أنت عندك بتلعب فريق جيد، فريق عنده مجموعة متميزة من اللاعبين اللي يجب إن احنا نبقى واخدين بالنا من معاهم، مدير فني بيغير لهم أو غير لهم حاجات كتيرة بدليل ال 12 13 مباراة، عنده بعض البصمات الفنية الكويسة، وبرضه من ثوابت النادي الأهلي دايما طوال تاريخه وهو بيكسب بطولات كبيره ويطلع منصه التتويج، من اهم الحاجات اللي بتطلعه لمنصه التتويج هو احترامه للمنافس جدا بالمناسبه. يعني لو راجعت سجلات الاهلي دايما هتلاقي طول الوقت اي مدرب يتولى اداره النادي الاهلي بيحترم اي مدرب خصم او منافس، اداره النادي الاهلي دايما تحترم المنافسين مهما كانت الظروف، لان اداره الاهلي تعودت على الاحترام. لعيبه النادي الاهلي مقدره انها برضو بتنافس على بطوله الدوري مع لعيبه كواليتي جيد، فريق بيراميدز يضم لعيبه كويسه، لكن برضو انا مش مع نغمه فكره انه بيراميدز الفريق المرعب الذي لا يقهر، لا، النادي الاهلي سيظل هو المرشح الاول واحد، ولكن انا هنا بتكلم انه عندك فريق جيد ضدك فريق جيد. انا قلت كده جيد، انا قلت الجمله الاولانيه انه عندهم فريق جيد صحيح، ولكن كذا صحيح، الاهلي هو المنافس الاول او المرشح الاول، وبيراميدز ينافس الاهلي على البطوله. الماتش اللي جاي والماتشين الجايين طبعا 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 بحسابات فنيه ورقميه مهمين جدا في مسيره الدوري بلا شك، مش عايزين نقلل من اهميتهم، لكن بعيدا عن اي نتائج انت لسه عندك عدد كبير جدا من الماتشات. الناس على فكره متصوره ان احنا في شهر 7 هتكسب الماتشين خلص، ان احنا في شهر 7 فالدوري خلص، لا لو بصيت على جدول الدوري هتلاقي 11 غريبه، وبالتالي لسه المشوار طويل شويه، في ماتشات، وعلى فكره ماتشات صعبه تقيله جدا، ماتشات تقيله جدا مع منافسين، وفي ناس بتصارع على الهبوط، وفي ناس عندها طموحات، وفي ناس عندهم كواليتي لعيبه كويس. فاذا المنافسه مع بيراميدز في الماتشين مهمين، 6 بونت مهمين، سواء 6 بونت جم كاملين او جم ناقصين، لسه في مشوار. برافو عليك ابو علي. انا كابتن شايف ان زي محمود قال كده، احترام المنافس دي سمه من سمات النادي الاهلي طول العمر، لكن انا كراجل اهلاوي لا اخشى احد، الجميع يخشاني ولكن لا اخشى احد. انا بلعب بشخصيتي، بشخصيه النادي الاهلي، بتشيرت النادي الاهلي، بجماهيريه النادي الاهلي، بتاريخ النادي الاهلي، بحاجات كتيره جدا بتبقى دافع ليا. بلعب باسم النادي الاهلي، والماتش ده ماتش لعيبه في الملعب، في مدير فني ممكن يحط تكتيك، يحط خطط، الحاجات دي، شخصيه اللعيبه في الملعب هي اللي هتفرق في المباراه دي.
كل اللعيبه الموجوده حاطه على عاتقها، يعني ازاي اسعد جمهوري، ازاي اكسب الماتشين دول عشان يريحوني فيما بعد، لان عندي ماتشات قويه جدا. سعيد بحاله الحب اللي موجوده ما بين لعيبه النادي الاهلي جوه اوضه اللبس. السوليه بياخد راجل مباراه بيطلب ان طاهر هو اللي ياخدها، وسام ابو علي بيسجل هدف، بيروح لكهربا وبيشاور له، مش عارف مين بيعمل في حاله حب كده جوه الفرقه. الحاله دي بيروح البطوله بقى. امام عاشور لما بيروح للجماهير ويحتفل معاه بعد الماتش، الحالات دي يا كابتن هي دايما اللي بتجيب البطوله. انا تاني هرجع للدوري في 95 96 كان جمهور الاهلي عنده هتاف واحد بس، والاهلي متاخر، العب يا اهلي العب الدوري لسه في الملعب، العب يا اهلي العب الدوري لسه في الملعب. وفعلا الاهلي بعد الناس خلاص فقدت الامل، وتتكلم مع اللعيبه في التوقيت ده كابتن شوبير واللعيبه القديمه يقول لك جمعنا في البيت وخدنا عهد ان احنا هنجيب بطوله الدوري. جمهور الاهلي عمل حاله اللي هي العب يا اهلي العب الدوري لسه، بقى المنافس عليه ضغوط، بقى بيفقد نقاط، بقيت انت تكسب لحد ما في الاخر انت خلصت الدوري كده، انت بتطالب بالظبط. فلازم نصنع احنا الحاله دي كجماهير كلعيبه مع الجمهور مع اللعيبه بينها وبين بعض. ماتشين بيراميدز مهمين جدا يفرقوا معانا في بطوله الدوري، هم مش حاسمين لبطوله الدوري ان لسه في ماتشات تقيله، لكن ماتشين يفرقوا ان هو توقع المنافس وفي نفس الوقت تفرق عليه. انت لو كسبت ماتشاتك كلها تبقى فارق نقطه، لو كسبنا الماتشين بتاع بيراميدز يبقى فارق 7 نقاط، هتستريح نوعا ما في مواجهات بقى تقيله بحجم فيوتشر، ماتشين مع كابتن طلعت يوسف، بيراميدز زد اسف سيراميكا كليوباترا، المصري، ماتشات تقيله، ماتشات كبيره والمقاولين كل الفرق ليها احترامها طبعا. فان شاء الله يفرقوا معانا، وباذن الله اللعيبه تبقى موفقه ومارسيل كولر موفق اختياراته، وجمهورنا يبقى في ظهر الفرقه، وباذن الله يبقوا ماتشين الدوري باذن الله. دائما يظل جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي لكل ما يخص النادي الاهلي من بطولات من 1907 وحتى الان، وبالتالي ننتظركم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. وخلي بال حضراتكم الماتشات بدات او هتبدا في تمام الساعه 9 ده رسميا خلاص ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. 5:30 و9 نعم الماتشات بقت 5:30 و9، لكن انا بتكلم على ماتش بيراميدز الاهلي وبيراميدز هتبقى ده قرار كويس طبعا. نعم ده قرار كويس لازم الماتش الساعه 9 ان شاء الله، فعشان برضو تبقوا حضراتكم عارفين. فان شاء الله ان شاء الله حضراتكم تبقوا موجودين ومتواجدين بالعدد اللي احنا مستنيينه من حضراتكم خلال ال 11 مباراة القادمة ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو علي على انا بشكرك كابتن طبعا، وبشكر محمود يعني واحد من اقرب الناس لقلبي في المجال يعني. الله يخليك يا كابتن اسلام حبيبي يا حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن اسلام. تحياتي ليك وبشكرك على الاستضافه الجميله دي، وبشكر ابو علي على الحلقه الجميله. ربنا يخليك وشرفت ونورت. اذا كانت هذه حلقه اليوم، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكريم.